بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على الهادي المعلم المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السادة ممثلي وزارة النفط، السادة ممثلي شركات المخدمة متمثلة في السادة شركة توبي، السادة شركة بترو أنيرجي، السادة شركة بيتكو، السادة شركة شارف، السادة شركة NUS، والسادة بوزارة العمل، السادة ممثلي الإدارة الأهلية في السودان، والسادة اتحاد أصحاب العمل السوداني، والسادة بنك النيل، والسادة بنك فيصل الإسلامي. الحضور الكريم، مع حفظ الألقاب وكامل التقدير لمكاناتكم السامية والمحفوظة، أحييكم في هذا الصباح الأغر المفعم بالحيوية والنشاط والأمل نحو مستقبل زاهر لأهل السودان. أرحب بكم أصالة عن نفسي ونيابة عن شركة ويلز للاستثمار والخدمات المحدودة، ونحن نتأهب اليوم لافتتاح ورشة عمل بعنوان تطوير خدمات الإمداد الغذائي في شركات النفط التي تنظمها شركة ويلز بالتعاون مع وزارة الطاقة والنفط. خير ما نستهل به هذه الجلسة آيات مباركات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الشيخ زيد محمد البشير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تذر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، وإنا على ذلك لمن الشاهدين. من جديد يمتد الترحاب بكل الحضور الموجودة داخل القاعة، ونرحب بالسادة شركة سودا بوست والسادة شركة بشائر. شركة ويلز ومنذ سنين تأسيسها الأولى كان همها الأعظم هو نهضة السودان عبر مساهماتها في شركاء النجاح في تأسيس عدد من مشاريع التنمية في كافة اتجاهات البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا، عبر ما تقدمه من خدمات في تخصصاتها المختلفة والمتنوعة، والتي تجيء في مقدمتها خدمة الإمداد الغذائي. وتأتي هذه الورشة في إطار تطوير الخدمة فيها، خاصة في حقول النفط. الحضور الكريم، اسمحوا لي الآن أن أدعو الأستاذ علي جماع رئيس مجلس إدارة شركة ويلز للاستثمار والخدمات المحدودة لإلقاء كلمة الشركة في افتتاحية أعمال هذه الورشة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا الإخوة والأخوات، السادة الضيوف. هذا زمن ضيق جدا، وبالتالي رأيت أن أتحدث في هذه مسألة هذه الجلسة من خلال الخمس دقائق المتاحة لي. فأرحب مقدما سيد الرئيس، أرجو أن تسمح لي نيابة عن العاملين في الحقول البعيدة في الأربع جهات في السودان المترامي أينما تعمل شركة ويلز، برئاسة الشركة إدارة عليا وإدارة عليا مجلس الإدارة والضيوف. أرحب بكم ضيوفنا أعزاء لدينا اليوم وكل يوم. أولا أود أن أؤكد على أربع مضامين أساسية في هذه الورشة، فهذه فرصة طيبة لنا في شركة ويلز لنثمن ونؤكد على العلاقات والشراكات مع المؤسسات الثلاثة التي شرفتنا في هذه الجلسة الهامة: وزارة النفط وشركاتها الحقلية العاملة، وزارة العمل ومكاتبها المختصة، وهنالك اتحاد أصحاب العمل أيضا، والثالثة هي الحقول والمجتمع المحلي من أهل وقوة شبابية حديثة ومجتمع مدني. ثانيا بالنسبة لوزارة الطاقة، وزارة الطاقة والتعدين ظلت علاقتنا في مجال الإمداد الغذائي وستظل في المستقبل وعبرها بشركاتها المتعددة في مجال لفخرنا، أكرر مجال لفخرنا في خلال عملنا معها. واليوم ننتهز هذه الفرصة وهذه الورشة لننظر في مرآة التقييم لعملنا من الجانب الآخر. ظللنا ننظر داخليا، والآن نود أن نرى رؤية الناس فيما نعمل. ثالثا وزارة العمل ظلت وتظل بقوانينها الضابطة للإيقاع بين أصحاب العمل والعمال الاندستريال ريليشنز، وخبرة أبنائها وبناتها واحترافيتهم مكان تقديرنا كإطار سليم نعمل بداخله في اطمئنان. والمهم الرابع، قاعدتنا الأساسية وكتلتنا الحرجة من العاملين بحقول الشركات من عمال وإداريين إضافة للمجتمع المحلي وممثل هنا بكثافة، ونرحب بهم بوضوحها ومؤسساتي كما ذكرت من نظام أهلي وشباب بوعي نوعي جديد. وأركز هنا شباب بوعي نوعي جديد، ومجتمع مدني تظل هذه الكتلة الهامة تمثل البوصلة الحية لأداء عملنا في الإمداد الغذائي وما نسميه ساوندينج بورد. وسنستمع
ونلمس عن قرب رؤيتها اليوم هذه الكتلة الحرية. الإخوة والأخوات، الزمن ضيق وستكون المداولات كافية لتتمة ما وددت أن أقوله، وما سيلي سيناقش التفاصيل. وهنا أرحب مرة أخرى بكل الحاضرين بهذا التنوع الجميل، بهذا التنوع الذي يعكس التجربة الحية لما تعتز به شركة ويلز. وأختم بأن أقول نحن نتبادل الأدوار الآن، فأنتم أهل الدار ونحن الضيوف. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ علي جماع رئيس مجلس إدارة شركة ويلز للاستثمار والخدمات المحدودة. نرحب بكل الحضور الكريم، وأيضا نخص بالترحاب سيد رئيس اتحاد أصحاب العمل الأستاذ هشام الصوبات وشركة الراوات وشركة سودابت. علاقة شركة ويلز بوزارة الطاقة والنفط علاقة ممتدة ومتصلة في إطار الهم المشترك نحو تحقيق الغايات المنشودة، ولعل هذه الورشة عبر تنظيمها المشترك بين الوزارة والشركة يأتي تتويجا لهذه العلاقة المنتجة. الآن أدعو الدكتور عزة أحمد المبارك للتقدم نحو المنصة لإلقاء كلمة الشركات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء رحب بتمثيل وزارة الطاقة، وزارة العمل وأصحاب العمل، وإدارة شركة ويلز ممثلة في رسمية الإدارة والعاملين بها جميعا. وفي هذه العجالة أتشرف بأن أمثل شركات العاملة بالنفط، شركة NUS، شركة بترو إنرجي، بترو لاينز، بابكو، شارف، وفورس سودابيت. الشركة الأم هي التي تعمل توبي أوبكو أسويلز. أيضا أرحب ترحيبا حارا بالإدارة الأهلية ومصاحب المجتمع المدني. الصراحة في هذه الفترة القصيرة جدا أقدر أقول إنه شركة ويلز معروفة جدا لدينا في الحقول بعملها المميز، وقد يعني أنجزت إنجازات ضخمة أكبر من عمرها الحقيقي. إحنا في شركات كبيرة كانت معانا في الحقول قبلها، ولكن من مراقبتنا لأداء شركة ويلز هي شركة ماشية بخطى حثيثة جدا، محافظة على الستاندرد، ما في يعني في رضا عن كل الشركات العاملة معاها في الحقول. هذه واحدة من الأشياء اللافتة للنظر إن هناك رضا تام عن أداء شركة ويلز، ونتمنى إنه هذا المستوى يتم المحافظة عليه. أيضا شركة ويلز من الملاحظ إنها بتخلق فرص للمكون المحلي، وده جانب الناس مفترض تحاول تشجعه وتوعد عليه بالنواجز، لأنه كل ما نحن طورنا مواطننا في مناطق البترول كل ما عكس التنمية، كل ما أصبح سفير للنوايا الحسنة لكل قطاع النفط في المنطقة. هذه هي الصورة، ولكني أيضا أشجع على تضافر الجهود من جهة الطاقة والتعدين وسودابيت والشركات العاملة مع شركة ويلز بتخطى العقبات والمحافظة على المنظومة الخدمية، لأنه أي تدهور في الخدمات بالحقول ينعكس
بالطبع على أداء العمل البترولي، ونحن بنتعامل مع ستاندرد عالمي. ونجزاكم الله خير على هذه الورشة الرائعة، وأتمنى التوفيق للجميع المشاركين، وشكرا جزيلا. شكرا دكتور عزت أحمد المبارك. يحتل القطاع الخاص دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا مما يتميز به من إمكانيات وخصائص تؤهله للتأثير في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يزيد من أهميته ودوره في النشاط الاقتصادي بشكل يدفع بصانعي السياسة الاقتصادية إلى ضرورة التركيز على آليات تطويره وتوفير المناخ المناسب لنشاطه. ومن غير شك هذه الورشة تصب في هذا النهر. يسرني أن أقدم لكم رئيس اتحاد أصحاب العمل الأستاذ هشام الصوبات للمخاطبة في هذه الجلسة الافتتاحية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس إدارة شركة ويلس والعاملين، السادة الإدارة الأهلية، السادة مدراء الشركات والبنوك ومسير النفط، السادة والسيدات الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعزني باسم الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني أن أعبر سعادتي بالمشاركة اليوم في أعمال هذه الورشة العملية المتخصصة الهامة، والترحيب بكافة الضيوف والمشاركين، والتي تناقش واحدة من أهم المهام التي تطلبها استمرارية تقديم الأفضل ممثلة في مهمة تطوير والتجديد لخدمات الإمداد الغذائي بمعسكرات شركة النفط، والتي تطلع بتبنيها وتنظيمها شركة ويلز للاستثمار والخدمات تحت شعار الإمداد الغذائي بين الواقع والطموح. تأتي اليوم أعمال هذه الورشة بحضور ومشاركة رفيعة من كافة الشركات والجهات ذات الصلة، من أجل تنسيق الجهود لدعم عملية زيادة الإنتاج النفطي بالبلاد، وهي مهمة وعملية أحوج ما يكون. السودان اقتصادنا الوطني في حاجة إليها، ويجب أن تظل من أولويات لدعم اقتصادنا الوطني في هذه المرحلة لإحداث التوازن المطلوب. نجدد الإشادة والتقدير بالخدمات والدور الكبير والمهم الذي تقوم به شركة ويلز للاستثمار والخدمات والنجاحات الكبيرة التي ظلت تحقيقها، وهي تبحث اليوم عن التطور والتجديد في مجال خدماتها وتحقيق الطموحات، وإنني لعل ثقة من أنها قادرة على تحقيق طموحاتها. كما سرني الإعلان عن استعداد اتحاد عام أصحاب العمل السوداني دعم وتشجيع جهود شركة ويلز نحو التطوير والتجديد، ونتطلع أن تخرج هذه الورشة بمقررات وتوصيات تسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المرجوة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. بكلمة السيد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، نكون قد اختتمنا الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، مفسحة المجال الآن لرئيس الجلسة الأولى المهندس الصادق أبو شورة لإدارة ورقة العمل الأولى في هذه الورشة، والذي يقدمها الأستاذ أحمد فضل الله المدير العام لشركة ويلز للاستثمار والخدمات، بعنوان تجربة شركة ويلز في مجال الإمداد الغذائي. هذه الورقة تبتدر نقاشها الأستاذة سمية أبو الريش، فليتفضلوا إلى المنصة مشكورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. إخوتي الكرام وأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تسمحوا لي وباسم شركة ويلز أن أشكر الإخوة بوزارة النفط الذين رحبوا بهذه المبادرة وشجعونا على المضي بها قدما، فكانوا السند وكانوا الدعم لشركة ويلز، فما بخلوا علينا برأي ولا ظنوا علينا بتوجيه، فالتحية لهم مجددا إن شاء الله. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نقدم لكم تجربة ويلز لاستثمار الخدمات المحدودة. تجربتنا في هذا المجال وفي هذا النشاط وهو خدمات الإمداد الغذائي المسمى في قطاع النفط بالكيترينج، والتي بدأناها كمقاول لتقديم هذه الخدمة لشركات النفط في العام 2009، فتجاوزت خبرتنا فيها 11 عام. سنستعرض بإذن الله سبحانه وتعالى أبرز جوانبها وأهم ملامحها، بعض نجاحاتها وتحدياتها وإخفاقاتها وسلبياتها والتي يمكن أن تتمثل فيما يلي إن شاء الله. أولا اسم الورقة، تجربة ويلز للاستثمار والخدمات المحدودة في تقديم خدمات الإمداد الغذائي بمعسكرات النفط الكاترينج بمفهوم العام، وخدمة كبيرة وخدمة شاملة ولا تشمل شركات النفط فقط أو معسكرات شركات النفط فقط، تشمل حتى الفنادق كما تعلمون والمطاعم، وحتى الخدمة الموجودة في البيت هي عبارة عن كاترينج يعني، لكن بشكل مختلف. فالخدمة التي نعنيها في شركات النفط خدمة الإمداد الغذائي شكلها مختلف، محتواها مختلف، ونوعها مختلف، وجودتها مختلفة. فمع ميلاد أو مع تفجر النفط ظهرت فرص كثيرة للقطاع الخاص في جوانب مختلفة، فكانت هذه الخدمة فرصة للكثير جدا من شركات النفط، فويلز كانت واحدة من هذه الشركات. الشركات العاملة في خدمات الإمداد الغذائي في شركات النفط 4 شركات، فكان الفرصة الكبيرة والناجحة جدا هي الفرصة التي يعني منحتها وزارة النفط وشركات النفط لشركة ويلز. خدمة كما تعلمون إنها في شكلها وفي نوعها خدمة فندقية متكاملة ذات مستوى عالي جدا، وتشمل كل معسكرات الشركات التي تتعاقد معها شركة ويلز والتي تعمل معها كمقاول، وتشمل نظافة الغرف والمكاتب الإدارية وملحقاتها، وتشمل أيضا غسيل وكي الملابس، ملابس العاملين من مهندسين وإداريين في المعسكر بصورة يومية، وتشمل أيضا تقديم 3 وجبات في اليوم بمستوى عالي جدا، بيبدأ من وجبة الفطور في الصباح وبينتهي بوجبة العشاء على نظام البوفيه المفتوح 5 نجوم. والهدف أو هدف الشركات المقدمة التي تتعاقد مع شركة ويلز بشكل هذه الخدمة عشان تضمن تهيئة جو مناسب جدا للعاملين في هذه المعسكرات، على تهيئة جو مناسب للعمل والإنتاج، فده مستوى الشركات ما بتنزل منه شركات المقدمة، وبتراقب على مستوى اليوم بل على مستوى الساعة عشان توفر للعاملين ديل كافة سبل الراحة وتخليهم يتفرغوا فقط للعمل وما يشغلوا بسفاسف الأمور. دي نماذج من الخدمة بهذا الشكل وبهذا المستوى، قصدنا نعرض لكم في شكل سلايدز. ده شكل الخدمة، بيبدأ من المشروبات والسلطات والوجبة ذاتها، وبينتهي
التحلية، وهذا الأمر يشمل الوجبات الثلاثة يعني. وأحيانا تقدم الشركة خدمات للضيوف اللي بيجوا للكلاينز فروم تايم تو تايم لهذه الحقول، سواء كان على مستوى الوزارة أو حتى على مستوى ضيوف الشركات دي يعني من الخارج من الأجانب. دي نماذج من الخدمة، دي نماذج من الخدمة. لو ملاحظين حتى المستوى الأواني يعني مستوى رفيع جدا ومستوى راقي جدا، يعني بتلقى الخدمة متكاملة في كل جوانبها، بدءا من توريد المواد ومرورا بكافة الحلقات بتاع تقديم الخدمة، وحتى شكل العمال ولبسهم ومظهرهم وسلوكهم الشخصي في كيف يتعاملوا مع الزبون وكيف يتعاملوا مع العمال، فلازم يتم تدريبهم ويتم تأهيلهم. فهي خدمة بالنسبة لنا احنا خدمة شاقة جدا. ده مستوى العمال، ممكن ترجع، ده لبسهم، واللبس ده بيتغير يوميا، ودي طريقة صناعتهم للوجبة وتقديمهم للخدمة دي بعد الصناعة وبعد عرضها، وده البرزنتيشن بتاع الوجبة. ماشي لقدام. طيب، عشان احنا نقدم خدمة يكون فيها استمرارية ويكون فيها جودة ما متدنية، في عناصر أساسية لازم الشركة سواء كان ويلز ولا غيرها تكون مستوعبة هذه العناصر. أولا توريد المواد، خدمة الإمداد الغذائي في شركات النفط، المواد الغذائية المستخدمة وحتى مواد النظافة وغيرها بتتجاوز 250 مادة، يعني بدءا من الملح لحد مواد النظافة كلها بمواصفات محددة ومواصفات دقيقة جدا. لو قلنا حتى الصابون بيكون معروف، الصابون لوكس بيكون معروف، العبوة بتاعته كذا معروف، تاريخ الصنع، يعني نظام دقيق جدا. فتوريد المواد في زمن المناسب بالكميات المناسبة المتعاقد عليها، ودي بتتم بصورة أسبوعية سواء كانت دراية المواد الغذائية أو سواء كان الخضر والفاكهة والسمك وغيره وغيره من مواد، ده عنصر أساسي جدا في ضمان جودة الخدمات المقدمة للكلاين. ده نمرة واحد، وبتشرف عليه الشركات دي من خلال إدارة مختصة بتشرف عليها، بل بتشرف حتى على وسيلة النقل ووسيلة ترحيل هذه المواد، شكلها كيف وجودتها كيف، ما بتكون وسائل نقل قديمة، ما بتكون ثلاجات يعني فاقدة الصلاحية، فلازم يفحصوها ولازم يشرفوا عليها يعني كل أسبوع وكل شحنة. تضيف على العنصر الثاني الكفاءة بتاعت العمال، إذا كان العمال اللي بيقدموا الخدمة وبيصنعوها كفاءاتهم متدنية وخبرتهم تعبانة في كل المسائل دي في صناعة الخبز وغيره وغيره، أكيد ما حيقدروا يقدموا يعني خدمة مقبولة وخدمة جيدة وخدمة ممتازة. فدي من الحياة الأساسية اللي احنا مستوعبين. بعض العمالة موجودين هنا زي حماد الشيخ ده من زمان شيفرون، حماد الشيخ ده ما قرر مدرسة، يتكلم الإنجليزية بطلاقة لأنه تعلم من المعسكرات بتاعت شيفرون ومرورا بستيت بتروليوم وهكذا. كثير جدا من العمالة احنا أغريناها عشان ما تهاجر وعشان ما تمشي شركات تانية في شقالة معانا، فقدرنا نرفد الجزء ده من نشاطنا بخبرات وبتجارب يعني معتقة جدا تضمن لنا انه نحن نستمر في تقديم خدمة ذات جودة عالية جدا تحقق رضا العميل ورضا الزبون. الخدمة ذاتها لازم تتقدم، العنصر الثالث تتقدم في زمانها. لو احنا متعاقدين على انه الفطور الساعة 8 الساعة 8 خلص، يبقى ان عمالنا لازم يصحوا في المعسكرات دي من الساعة 4 صباحا ويبدأ في ترتيب الخدمة دي من الزمن ده عشان الساعة 8، والمهندس يطلع من غرفته يلقى مثلا الوجبة جاهزة، طلع من غرفته عمال النظافة يستلموا مباشرة نظافة الغرفة وهكذا. دي خدمة مستمرة، خدمة ما بتعرف موسم بتاع امطار وما بتعرف شتاء وما بتعرف عيد وما بتعرف حتى يعني مرض او عوامل طبيعية او حتى عوامل قاهرة. في انت الشركة المقتدرة، الشركة المتعاقد عليها،
توطي النفيسة على هذا التحدي وتوطي النفيسة وترتب نفيسة لهذا لهذه المسؤولية. إذا كان ما بتقدر ما تنافس، ما بتقدر ما بتتحمل، وهم ذاتهم ما بيملوك، هم ذاتهم ما بيملوك، وتدوك متأكدين تماما بوسائلهم الخاصة في إنك أنت بتقدر تأدي هذه الخدمة. وبيفحصوا حتى العمال الماشين الفيض، لازم يكونوا ما عندهم كورونا، ما عندهم يعني أمراض أو عدوى يعني قابلة للانتقال أو معدية. العمل على انتظام العنصر الأخير هو العمل على انتظام واستمرار الفواتير، ودي طبعا الجزء ده ما بلينا نحن بلي الكلاينس، في إنه إذا كان الكلاينس ما بيدفعوا وتتراكم الفواتير على المقاول سواء كان ويلز ولا غيره، ففي النهاية الشركة ما بتقدر، لأن الفواتير دي بتقابلها شراء مواد وبتقابلها تحضيرات وبتقابل، عشان كده فلازم الحلقة دي والعناصر دي هي دائرية مكتملة مع بعض وبتساعد على استمرار الخدمة وبتساعد على الاستمرار في الجودة وكده. والحمد لله نحن يعني بعلاقتنا الطويلة جدا مع الشركات دي، الحمد لله العلاقة ممتازة جدا، وما بتصل حتى يعني مرحلة انه نحن نطالبها في انها تسدد، والحمد لله الامور ماشية بتنسيق وماشية بسلاسة مع كافة الشركات اللي بنعمل بها. نحن حقيقة كنا بنعمل مع 6 شركات موجودة في البلد من قبل الانفصال، ولا فقط اللي فقدناها نحن كشركة، فقدنا من جزء من حصتنا شركة بشاير، الشركات الثانية بما فيها بيتكو ونحن شغالين معها حتى الآن، شركة تو بي، وهم الشركات من النيل كفر البترول لحد الآن، نحن المقاول ليهم في نيم والضفرة وقنار وبامبو، شركة بترو انرجي، وشركة شارف في تقريبا ثلاثة معسكرات، وشركة انويز. في تجربتنا دي عدد العاملين العدد كل العاملين في الكاترينج فقط، احنا عندنا أنشطة ثانية لكن العاملين في الكاترينج فقط حوالي 426 من مدير إدارة ورئيس قسم ولحد العامل الرومبوي. فدي طبعا وظائف كثيرة جدا، 90% من الوظائف دي للمجتمع المحلي، يعني ما من مناطق ثانية، سواء كان الشغل في الشرق أو حتى في شمال كردفان أو حتى في غرب كردفان، دائما بناخذ جل الوظائف دي من المجتمع المحلي، لأنها هي ما وظائف يعني معقدة وما دايرة يعني مهارات فنية عالية. فدي سياستنا العامة في التوظيف. فتخيلوا 426 يعني وظيفة، أكيد دي مساهمة الشركة في توفير فرص عمالة، وأكيد دي مساهمتنا في تقليل العطالة والبطالة في البلد. وورا 426 كم أسرة، وعدد الأسر لو ضربناها في 5 كم، وحقيقة نحن شايلين العدد ده معانا لو ما يعني كان زايد ما نقص حتى في كورونا، ما رفضنا طيلة الفترة اللي فاتت رغم البلد تمر بظروف مختلفة، يعني احنا ما فصلنا اي شخص ما لم هو الشخص يكون سلوكه يتعارض مع نظم ولوائح العمل او مع نظم ولوائح الشركة، لكن يعني ما فصلنا شخص بسبب يعني الظروف المالية بالنسبة للشركة. بنشرف على 17 معسكر بنقدم لها الخدمة دي على مستوى اليوم من هيجليج او من بامبو لحد بورسودان. عايز أكد أنه العدد الكبير ده كله سودانيين، يعني زمان خدمة الكاترينج زمان تلقى فيها الكينيين للناس العجائز في قطاع النفط موجودين حسي هنا، يعني فيهم صينيين، فيهم ماليزيين الطباخين ديل، وفيهم حتى الكينيين، وأكثر الناس عندهم خبرة وتجربة كبيرة جدا في مجال الكاترينج. فنحن العدد ده كله يعني سوداني، يعني الحمد لله سبحانه وتعالى، وإن كان في مطالبات كثيرة جدا إنه ندخل في جزء من الجوانب المتعلقة بالتحلية وغيره سوريين وغيرهم من جنسيات يعني متقدمين جدا في هذه المجالات وعندهم ميزة نسبية، لكن نحن مصرين إنه ندرب العامل السوداني ونتيح الفرصة دي لشخص سوداني بدل ما نتيحها لزول أجنبي وعشوائي يشتري بالقروض دولار ويحولها. فالمسألة بالنسبة لنا إحنا واضحة،
ويعني وثابتة، يعني ما متغير العمالة تكون عمالة سودانية، ولو في عمالة فنية عمالة أجنبية ممكن تكون في مجالات تانية، لكن ما مجالات الإمداد الغذائي. في تجربتنا برضو كان بنعرض المنسوبين بتاعنا في الكاترينج للتدريب، لدورات تدريبية مختلفة في الداخل، وعندنا دورة تدريبية راتبة عمرها 7 سنوات في دبي في معرض الفوت جولف السنوي اللي بنعقد دائما في شهر 2. فكنا دائما بننتخب عدد من الناس وبنسفرهم للمعرض ده، معرض عالمي معروف فيه كل جوانب الخدمة من المعدات لآخر حاجة للباكينج، موجود في المعرض ده، وفي ناس كتار جدا موجودين شافوا المعرض ده. بنخلي الناس نديل يمشوا يحضروا المعرض ده ويطلعوا على التقدم الحصل والتطور الحصل في خدمات الإمداد الغذائي، سواء كان في الفنادق ولا غيره وكده، ينقلوا لنا الحاجات اللي هم ركزوا عليها والتعبر بالنسبة لنا احنا نواقص في شركة ويلز. كل الناس الويترز بنوديهم والكامبوسات بنوديهم ودراء لدراد من أي زول يلاحظ الجوانب اللي بتهمه في تطوير مهمته في الشركة. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى مقدرنا سنويا بنرسل حوالي 15-20 من الإصطاف لدبي، جزء منهم حتى تباخين وجزء منهم شغالين في المخازن وتشوين المواد عشان يعرفوا عملية الباكينج وشحنها وترتيبها والنظام فيها كيف. الحاجة دي ساعدتنا كثير جدا في أنه نطور نفسنا ونطور ناسنا ونمشي لقدام. الحمد لله في مسيرتنا دي امتلكنا عدد كبير من التلاجات ومن الدفارات اللي بتنقل المواد دي، لأنها برضو وسيلة مهمة جدا، فلازم تكون في يدك عشان تقدر تتحكم في عملية نقل المواد دي في الزمن المطلوب يعني، والزمن المضروب يعني، والزمن المتفق عليه وكده. فدي لازم تكون عندك اسطول، وحتى يكون عندك عربات إدارية تكون حايمة على المعسكرات دي، بكاسي آخر موديل عشان تراغب العمال ديل وتفتش. فعندنا 3 قطاعات، أي قطاع فيه كامبوس كان عنده خبرة طويلة جدا، عنده بوكسي زي المكتب موبايل، وهو حايم على المعسكرات دي، مشرف على 3-4 معسكرات، ودائما بيعالج الإخفاقات ودائما بوجه، ودائما بنقول لنا القصور إذا كان عندنا قصور نحن في المواد، ولا عندنا قصور في اللبس هو بيلاحظه، ولا عنده في أي ملاحظات من الكلايم بياخدها وبنقول لنا نحن وبنحاول نعالج قدر المستطاع. في الفترة دي برضو نحن من خلال تعاملنا مع العدد الكبير من العمالة ومشاكل العمالة المعروفة والمعلومة بالنسبة لكم، برضو أخذنا خبرة كبيرة جدا في التعامل معها. ولو ملاحظين حتى وجود الإدارة الأهلية ما تم سايت، احنا عندنا تواصل معهم كبير جدا، وعندنا تنسيق معهم جدا كبير جدا، ونحن عارفينهم دورهم دور أساسي جدا في الكنترول على الأولاد اللي هناك شغالين ديل، هم أولادهم، هم بيعرفوهم أب عن ابن عن أسرة، فبيعرف المجرم فيهم وبيعرف الجاد فيهم، وبيعرفوا اللي عايز يشتغل منه واللي ما عايز يشتغل منه. فكنا دائما احنا بننسق معاه وبنرتب معهم حتى في عملية التعيين، زي ما بننسق مع الكلاين في الفيض، وبننسق مع اللجنة الأمنية، بننسق معهم هم، ودائما بيعمل لنا فلترة للعمالة، ودائما بنلجأ لهم حتى لو عندنا احنا إجراء عقابي، دائما بنخترهم في انه احنا والله حنعمل كده وكده عشان تكونوا في الصورة وكده. يعني حقيقة احنا اهدافنا في شركة ويلز زي 4 اهداف اساسية لازم تكون حاضرة دائما بالنسبة لنا. الهدف الاول انه نحن لازم نساهم كمقاول في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلد، من خلال دي خدمة بننتجة، والخدمة دي لازم يكون عندها اثر في الاقتصاد، ولازم يكون عندها اثر في الـ في الـ في الـ في, الـ في النمو الاقتصادي في البلد، وفي الكتلة بتاعت الخدمات في البلد من حجمها. ولازم حصتنا دي احنا نزيدة، ولازم نحافظ عليها اذا كان ما زدناها، ولازم نجودها. دي الاولى. الحاجة الثانية، لازم نزعى لارضاء الشركات المقدمة العميل. خدمتنا دي اذا كان ما لقت رضا من العميل ان احنا ما حققنا هدف، ده هدف اساسي بالنسبة لنا بنزعى عليه من خلال الحلقات المختلفة دي. الهدف الثالث هو توفير فرص، يعني شغلنا ده لازم يوفر فرص للشباب. والحمد لله زي ما قلت لكم في البداية، في وأي عمل احنا نفتتحه جديد يكون فيه فرص جديدة للشباب، ودي برضو مساهمة يعني متواضعة، لكن تضاف لمساهمات الشركات الثانية شغالة سواء كان في المجال ده ولا مجالات
ثانية. الهدف الأخير وهو هدف طبعا نبيل جدا، لكن احنا خطيناه هدف أخير، هو تحقيق معدل ومستوى معقول جدا من الربحية. يعني ما الأرباح الضخمة ولا أرباح الفاحشة، لكن لازم نربح، لأنه احنا ما منظمة ربحية، ما منظمة طوعية خيرية بنقدم الخدمات مجانا. احنا نقدم الخدمة، وقصاد الخدمة دي بعد ما تحقق الرضا التام للعميل بناخد أرباح تكون معقولة جدا، ما في داعي لذكرها، لكن عشان نغطي بيها باقي التزاماتنا وباقي مسؤولياتنا يعني في الشركة. مؤسسات يجب التنسيق من خلال تجربتنا الطويلة دي، في مؤسسات لازم يكون في تنسيق بيناتنا في المستقبل عشان نعمل كنترول على العمالة، ولازم نطور الجانب ده بنظرتنا لباقي المقاولين، لازم يكون الشغالين معانا في الفضة، لازم يكون في تنسيق. المؤسسات دي وزارة النفط، وزارة العمل، وهي اللي بتشرف من خلال القوانين والنظم واللوائح لتنظيم العمل ده عشان تنور العامل بواجباته وباستحقاقاته وكذلك بحقوقه. الشركات المخدمة والحمد لله هي مشكلة حضور ممتاز. الإدارة الأهلية لازم تكون حاضرة في التنسيق ده، وصندوق الضمان الاجتماعي عشان يضمن للعامل ده حقه يعني بعد المعاش. وحكومات الولايات التنسيق معها مهم جدا، لأنه مرات في مشاكل بتتطلب تدخل الحكومات الولايات في مختلف يعني مستويات، سواء كان محليات أو إداريات أو حتى على مستوى الولاية أو الشرطة في الولاية وكذا. القوات الأمنية والقوات النظامية الموجودة خاصة في الحقول التنسيق معها مهم جدا. مرات بتحصل حيات كثيرة جدا، وقلت تجي لهم بقول لك احنا والله ما كنا عارفين في مشاكل بتحصل، بيقول لك احنا ما كنا عارفين، ولو كانوا نسقتوا معانا كان بيكون افضل. فشعرين انه لا، التنسيق والتعاون ما بين المؤسسات دي يعني حتمي ولازم جدا، حتى لو ما كان في السابق موجود لازم يكون موجود في الفترة الجاية من خلال اي مسمى، من خلال اي مظلة تجمعهم. وانا بفتكر انه وزارة النفط ممكن تقود مبادرة زي دي، او وزارة النفط يعني ممكن تقود مبادرة زي دي تسميه مجلس تنسيق المؤسسات المعنية بالعمالة دي مثلا، ويكون المسألة دي لكافة العمالة الموجودة وشقالة في مناطق البترول عشان ما يكون في تباين في المرتبات. الآن أنا بدي مرتبات، أكيد الشركة الثانية بتدي مرتبات مختلفة وهكذا، وربما يكون في البيت الواحد في أشقة شقالين في شركات مختلفة، ده بيصرف مرتب وده بيصرف مرتب مختلف تماما، فمستحيل يتفقوا، مستحيل يكون يعني يتفقوا. أكيد بيجي آخر اليوم ده شايل ليه 300 مليون وأنا بديه 60 ألف جنيه، فأكيد المسألة دي لازم تتوحد، حتى لو علينا لازم تتوحد أساس أن يكون في حد أدنى للمرتبات معروف ومعمم على الشركات دي كلها ما تنزل منه، وفي حد أعلى. وفي سياسات تانية جدا الوزارة ممكن تمشي فيها وتفصل فيها أكثر، اللي بتضمن الأمان الوظيفي بالنسبة للعمال اللي بتشتغل مع أي مقاول. المقاول بيشتغل، العامل بيشتغل، بيكون شغال بيكون مطمئن جدا على أنه عنده بطاقة علاجية، عنده تأمين اجتماعي، عنده مرتب على الأقل بيغطي له الحد الأدنى من احتياجات وضروريات الحياة. احنا بنعتذر جدا انه يا جماعه ناس التأمين الاجتماعي حقيقة ما جبناه، الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي حقيقة كان مفترض احنا نقدم لهم الدعوة ويجوا، علاقتنا بهم علاقة كانت ممتازة جدا، فسقطوا سهوا يعني، فان شاء الله يلحقوا في باقي الأوراق دي ان شاء الله. حقيقة عشان احنا برضو نسلط الضوء على التحديات وعقبات بتعترض النوع ده من البيزنس والخدمة، في مشكلات أمنية. أديكم مثال مثلا، يعني المشكلات الأمنية ده مرات تكون مثلا في مواد غذائية مشحونة لنيم مثلا، يتم إغلاق الطريق لمشكلة تانية ما عندها علاقة بالكترين خالص، والتلاجة والترقدة يكون مواد غذائية فيها سمك، فيها بيض، فيها خضار، فيها فواكه وكذا، تقعد هنا يقول لك إحنا الليلة العربية ما بتمشي بالشارع ده، تتلف العربية دي بمليارات الجنيهات، ووراها عدد كبير جدا من العربات شايله لها مواد ما بتتحمل التأخير حتى على مستوى الساعة، خليك على مستوى اليوم، وبتشتغل بالجاز والجاز بيستهلك ويكمل وكده، ومشاكل تسرق، أحيانا تسرق العربات شغالة في المناطق دي وتنهب وكده، ودي مشاكل حقيقة يعني مهددات وتحديات كبيرة جدا وعقبات. احتياجات الأهالي معروفة للناس،
ارتفاع اسعار المواد الغذائيه والحاجه دي ملموسه للناس في حتى في البيوت، بتلقى طبق البيض الليله بسعر، بتلقاه بكره بسعر، وهكذا مع ثبات قيمه العقود دي مع الكلاينتس كلهم، يثبت لك بيقول لك سنتين انت ما تحتاج، ما ترفع، ما كده، ما كلام زي ده. وحقيقه ارتفاع الاسعار معروف ومعلوم وتحدي يجب يعني استدراكه ويجب يعني معالجته عشان نضمن خدمه يعني مستقره. اضراب العماله واحد من التعديات متكرر ومختلف الاسباب، تحل السبب ده بكره يجي سبب ثاني مختلف تماما يعني. شوف ده، وما في جهه ما تستطيع ضبط العماره دي لحد الحس. شوف ده، فبمزاجهم يجتمعوا بالليل يدوروا تليفوناتهم تلقاهم كلهم اتفقوا، في حين انه ما في نقابه، ما في نقابه هناك ولا في حاجه ولا في رابط. شوف ده، لكن لاسباب ما. والمساله دي بتنعكس برضو على الخسارات يعني. انا كنت اودي المواد دي كلها اوديها المعسكر، والصباح اصبح الصباح القى العمالين مضربين عن العمل، الشركه دي ما حتدفع لي في اليوم ده، والمواد انا اوريدي وردتها، وممكن المواد لحد بكره اذا كان انا ما صنعتها تبوظ، الشركه ما حتعوضني، الكلاين ما حيعوضني. فدي برضو من التحديات والمشاكل قاعده تقابلنا بصوره مستمره. احنا بنحاول نحاصرها وبنحاول نعالجها بقدر المستطاع، لكن هي موجوده. الاعداد الكبيره من العماله المحليه احيانا تفرض لدواعي ولظروف ولمعالجات، بتفرض عمال اكبر، عددها اكبر من الحوجه، الحوجه بتاعتنا نحن او بتاعت المقاول على للعماله دي. وانت بتعين لك عدد كبير جدا من الناس، حتى الناس دي حتى بالنسبه للكلاين يعني ديل بياكلوا يعني مو محتاجين لهم، ودي عندها كوست حتى عليهم هم. لكن الاعتبارات كثيره جدا وظروف مرات يتم فرض هذا العدد الكبير، الناس ما محتاجين يعني فوق طاقتهم يعني، حتى العمل ذاته، حتى الغرف يعني توفر لك غرف اكثر من حوجتك للعماله. التدريب برضو والتاهيل، ان احنا يعني 90% من العماله دي بتجينا خام ما مدربه ما مؤهله، الزول من زرعه ومن الرعيه بتاعته بيجينا عشان يبقى مثلا في الحته الفلانيه، اكيد ما عنده تجربه، ما عنده خبره في انه يقدم الخدمه في جوانب المختلفه دي بصوره كويسه. مرات حتى بيرفضوا التدريب، لو قلت لهم انا هوديكم الخرطوم عشان ادربكم بيقول لك احنا بس، حتى بيرفضوا حتى النقل لمعسكر ثاني، لو انت قدرت تنقله من نيم عشان توديه بورسودان بيقول لك لا انا اتعين هنا بس، انا ده تراب جدي وده كده في المنطقه دي، انا ما بمشي من هنا. شوف ده، فحقيقه ده تحدي كبير جدا. في الفتره الاخيره دي برضه ظهرت بالنسبه لاخواننا دي اللي عارفين وزاره النفط عارفه انه العقود دي تحولت من الدولار كانت لجنيه سوداني، والمثل اللي ظاهر جدا في الايام اللي فاتت دي دولار البنك حوالي 440 والدولار في السوق الاسود حوالي 550. التاجر الموجود في السوق اللي عنده الدقيق ولا السكر وكده ما بسعر لك بدولار البنك، بسعر لك بدولار حس الليله ده، ويبقى انه الفرقه كبيره جدا مرات. والله يعني احنا في الفاتوره الواحده نخسر 5 مليار جنيه و6 مليار جنيه فرق دولار فقط. حقيقة المسألة دي اتعملت قد تكون لفهم محدد، لكن الفهم ده لو كان الاقتصاد كان مستقر ما في تضخم ما في ارتفاع بتاع الدولار كان ما في أي مشكلة، لكن ارتفاع على مستوى اليوم ومضاربة في الدولار على مستوى اليوم، الأخوان في اتحاد أصحاب العمل موجودين، المسألة دي صعبة جدا كده، بتكون في خسارات متراكمة على الشركات الشغالة في الكتري، بتخسر الليل فاتورة يناير وفبراير وهكذا وما في معالجات لها. حقيقة احنا بنتطلع مستقبلا لحاجات كثيره موجوده هنا في السلايد، ولكن انا اقفز لبعدها عشان برضو يا جماعه نحن ما نكون غير واقعيين كشركه وكاداره للشركه، ونديكم الصوره الورديه للشركه. لازم نحن نسلط الضوء على الجوانب، انا ما داري اقول المظلمه، لكن الجوانب اللي فيها قصور احنا حاسين بها ونحن عارفينها هي موجوده فينا، لكن احنا بنتطلع لمعالجه هذه النقاط، منها مرتبات العاملين مرتبات متواضعة جدا مقارنة بالتضخم، برامج التدريب ضعيفة عندنا، لأنه برامج التدريب عشان تكون مكثفة لازم تصرف عليها وبصورة راتبة وبصورة يعني مستمرة عشان تنمي قدرات النازل وتنمي مهاراتهم ويؤدوا الخدمة بصورة ممتازة جدا. نقص كبير جدا في الإمكانيات اللوجستية المتعلقة بالتركات وكده، ولازم احنا نزيد الأسطول بتاعنا ده عشان نكون شركة عندها قدرات وعندها إمكانيات في انها تقدم خدمه وتوصل المواد دي في الزمن ان تايم، بدل احنا بنسد الجاب ده الان بايجارات.
التواصل المؤسسي اليومي مع الشركات. حقيقة نحن في تواصل، لكن التواصل بيننا وبين الكلاينتس ما تواصل المؤسسي من شركة لشركة، ما تواصل راتب، ما تواصل يعني معلوم وجدول عندنا إحنا، لكن مرات تحصل أزمات إحنا بنتواصل معهم، بنضرب ليهم بيضربوا لينا، لكن ده ما شكل التواصل المطلوب. المفروض يكون في تواصل معروف، في اجتماعات راتبة بيننا وبينهم عشان إنه نطور مع بعض. إحنا بنعتبر نفسنا شركة مع الشركات دي في تقديم الخدمة دي، فالتواصل لازم يكون موجود، والتواصل في مستويات مختلفة، مع في الطب، في الوسط، في الناس، في القسم المعني بالخدمة، لازم يكون تواصل. وده أصلاً لو ما قوى العلاقة وما قوى الخدمة ما بتضعفها. ده لا يعني إنه يعني إحنا مزعجين وبنجي كل يوم للشركات دي، لكن يعني إنه نحنا حقيقة عايزين نكون قريبين جداً من الكلاين، نسمع عليه ونشوف موجهات شنو ونمشي لقدام إن شاء الله. ده باختصار جداً تجربتنا في الفترة اللي فاتت دي، ونحنا عايزين نسمع الليلة زي ما قال الأستاذ علي، نحنا عايزين نسمع ملاحظات الآخرين، خاصة الناس القريبين جدا او المسؤولين من الخدمه دي من الديسك ده في الشركات دي. هو في كثير جدا من الحاجات زعجاهم، كثير جدا من الحاجات قاعدين يقفوا فيها، وكثير جدا من الملاحظات. فنحن عايزين نسمع الجوانب دي ان شاء الله، ساسين ننهض كلنا ان شاء الله بالخدمه دي وننهض ببلدنا. والسلام عليكم ورحمه الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وأشكر لشركة ويلز هذه الاستضافة الكريمة التي إن دلت عن شيء إنما تدل على مدى الاهتمام بتحسين وتجويد هذه القضية المتعلقة بالإمداد الغذائي. وأمر الإمداد الغذائي أمر له أهميته وضرورته، وتنبع أهميته من أن الله سبحانه وتعالى جعله إحدى مقيمات التكليف. فهنالك مقيمان اثنين لا تستقيم الحياة إلا بهما، الغذاء والأمن. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأنا أحسب أن هذه التظاهرة العلمية اليوم المنهجية التي تقودها شركة ويلز تدل على معنى عظيم من معاني الإدارة الحديثة، أن تجمع كل هذا الطيف في هذه القاعة، بدءا من وزارة الطاقة ومن الشركات المقدمة ومن الإدارات الأهلية، لتحقيق معنى البارتنرشيب. أسأل الله تبارك وتعالى، المجال لا يتسع، لكن أسأل الله عز وجل في نهاية هذه الورشة العلمية المنهجية أن نخرج بتوصيات يمكن أن تساهم في حلحلة كثير من التحديات التي تواجه أمر الإمداد الغذائي في حقول النفط وما عداها. والله أسأل توفيقا وسدادا ونجاحا. حقيقة الزمن يحاصر، وأنا يمكن أستاذ أحمد يمكن شوية behind the schedule، الورقة مكتوبة أنه لحد الساعة 11:10 تنتهي، لكن ما عارف لسه في أستاذة سمية لعلها عندها بعض الهايلايتس، ونفتح بعد ذاك الفلور للنقاش. المهم أتمنى أنه يعني الإخوة القائمين على أمر هذا أو هذه الورشة أن يعيدوا ترتيب هذه المواعيد، لأنه الآن نحن بهاي التسكيل أستاذ أحمد، وأنا ما حبيت من البداية أطرق الطاولة لإيقافك وأنت تتحدث، لكن أتمنى أن يكون هناك اختصارا. أقدم الأستاذة سمية أبو الريش لتقدم ما عندها إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أرحب بالضيوف، وفي تعقيب عن ورقة الأستاذ أحمد، وحقيقة هي الورقة طبعا زي ما عرفتوا عن تجربة شركة ويلز في تقديم خدمات الأمن الغذائي بمعسكرات شركات النفط. وفي نقاط نحن دارين نركز عليها في الورقة دي، وبعد كذا لو في أي زول في شايف إنه في نقطة مهمة في الورقة ذكرت في الورقة ونحن ما اضطررنا لها، ممكن يعني يمدها للسكرتارية. الموضوع الأول موضوع بتاع تدريب العمال وتأهيلهم ورفع مستوى العمالة في تقديم جميع الخدمات اللي بتقدمها الشركة، إذا كانت خدمات النظافة في المكاتب أو
في القرف وغسيل الملابس وكيا والحاجات اللي كانت بتقدمها الشركة دي. الحاجة الثانية لابد من تحقيق معايير الجودة. يعني الشركة تسعى إنها دائما تقدم خدمات ذات جودة متميزة. خلاص؟ والخدمات دي يعني في كل الاتجاهات المفروض تقدمها الشركة، وإلى جانب برضو الخدمات الصحية وخدمات السلامة والأمن. نمرة ثلاثة، تقديم الخدمة في زمنها، لأنه لابد من الشركة أن تقدم هذه الخدمة في زمنها، الزمن المفروض يقدم فيها الخدمة، لأنه لو طلعت من الزمن معناها تبقى ليست ذات قيمة. الحاجة الرابعة، لازم يكون في تعاون وتنسيق مع كل الجهات المعنية والعاملة في قطاع النفط من شركات وجهات حكومية ومقدمي الخدمة، لازم يكون في تنسيق بينهم. والخدمة دي لازم تقدم، عشان تقدم الخدمة عايزة معينات تساعد على تقديم هذه الخدمة، لابد من توفير الوسائل والأجهزة والمعدات والآليات اللوجستية، وحتى في الحتة بتاعت المخازن، لأن الشركة مناطبات تقدم جزء من التخزين، لابد من يكون التخزين بجودة عالية. عشان الشركة لما تضمن الجودة بتاعتها بتضمن إنه قدمت خدمات متميزة، ده بيسهل استقطاب مزيد من الطلبات للجهات التي تطلب الخدمة. الحتة بتاعت الأجور، لابد من إنه تكون الأجور مجزية والمرتبات مجزية، وتكون في مخصصات واضحة، ولابد من تكون في حوافز للعمال لتحقيق الرضا الوظيفي. الحاجة بعد كده، تقديم خدمة مميزة بالأسعار المجزية، لأنه يا جماعة الشركة لو قدمت خدمة بأسعار متدنية بعد كده، يعني أقل من التعاقد اللي عقدت بيه، بتكون في مشكلة، لأنه بتطرأ بعد كده تغييرات. يعني لازم يكون في التزام بأنها تقدم أسعار مجزية، لأنه التغييرات بتاعت تغييرات العملة وسعر الصرف والحاجات زي دي، أي تغيير يحدث بيتعكس على سلبا أو إيجابا على نوع الخدمة المقدمة. فلازم يكون في الالتزام بالحتة بتاعت المعايير بتاعت تقديم الخدمة من ناحية الأسعار. بعد كده الشركات ذاتها، الشركات اللي بتطلب الخدمة لازم تلتزم بسرعة السداد، لأنه يا جماعة الشركة دي بتقدم خدمة وتكون منتظرة من الشركات تسدد لها. أي تأخير في السداد بيدخل الشركة دي في متاهات مالية، قد تضطر الشركة إنها تقوم تلجأ تستعمل دائما من مدخراتها هي الخاصة، على أساس إنه تغطي الحاجة المعنية، حتى وإنه ما يكون حصلت مشكلة في تقديم الخدمة. خلاص، الشركات الكبيرة المقدمة للخدمة برضو مفروض يكون تخد من هدفها إنها تطور العمالة لشركات مقدمات الخدمة. عشان كده لازم تخد في ميزانيات حاجات للتدريب ورفع القدرات وحاجات زي دي. الحتة بتاعت التواصل بين الشركات مهمة، لازم يكون في تواصل مستديم، لأنه يا جماعة العالم ده متجدد، العالم متجدد ودائما بتطرأ حاجات كثيرة جدا في أثناء سير العمل وفي أثناء تقديم الخدمة، فلا بد من التواصل حتى الناس تكون متماشية مع الشيء الحاصل في تقديم الخدمة الحاصل عالميا ومحليا، لازم يكون في تواصل. وأخيرا لابد من تكوين جسم تنسيقي يضم جميع الشركات دي، وبعد ذلك يفترح إنه الجسم ده شكله يكون كيف، ولكن مبدئيا ممكن يكون الجسم ده برئاسة وزارة النفط وعضوية الشركات والمؤسسات والمنظمات المجتمع المدني وأي جهات أخرى ذات صلة. فدي أفتكر دي الحاجات المهمة كانت في الورقة، يعني بفتكر إنه الناس تركز عليها، وزي ما قلت لو في أي إضافة
الناس ممكن تضيفها للسكرتارية، لو في زول شايف في إضافة يضيفها، نحن ما ذكرنا. مفروض بعد كده يا أستاذ، ما عندي حاجة أنا قبل النقاش. طيب أشكر الأستاذة سمية أبو الريش هذا التطواف السريع، وكما يقولون حتى تكتمل الصورة نفتح الفرصة للنقاش لاستكمال والاستدراك والتعليق، وأتمنى أنه يكون باختصار يعني، فنفتح الفرصة للنقاش إن شاء الله، وأتمنى يكون في تنوع يعني، يمكن يكون من الشركات والوزارة الإدارة الأهلية وما إلى ذلك. أخو هشام مدير حقل هجليج تفضل. تفضل يا أخو هشام للمنصة، أو إذا ممكن الإخوة يدون مايك. يا شام إسماعيل حقل هجليج، في البدء نشكر شركة ويلز على الدعوة الكريمة، ونشكر الأستاذ أحمد فضل على تقديم الورقة. هشام قرب المايك لنا عشان الصوت. عندنا حاجة طبعاً مرهغانة سنوياً أو كل 6 شهور في الحقول، اللي مدرة بتاعت الإضرابات، وهي يعني بجد يعني بتعبانا تعب شديد جداً، فده نشوف الحلول والمقترحات للمدرة بتاعت الإضرابات السنوية أو كل 6 شهور. بالنسبة للعمال بتاع الشركة. شكرا جزيلا. تمام. فرصة ثانية. مدام حليمة. GMNS. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أنا حليمة من شركة توبي أوبكو، ويعني بشكر جدا شركة ويلز على الترتيب اللي بيوري إنها صحيح ماشية بالانترناشونال ستاندر في الشغل المتخصص في قطاع البترول. فنحن بنشكرهم يعني حاجه، كون التنسيق مع الجهات المشاركه او البارتنر كلهم في الخدمه دي، ده نجاح افتكر كبير جدا. وكون يكون العنوان حقها الواقع حتى الطموح، دي اشراقات يعني، كونك انت بالواقع الموجود وبالتحديات الموجوده استيل بتبني لمستقبل وانت لوكال وفي الظروف دي، دي إشادة كبيرة جدا أنا أفتكر، وبحضور وزارة الطاقة يعني المفروض تكون حاجة كبيرة. دي المقدمة. فنحن الحضور الليلة كل زول المفروض يأخذ البارت اللي بهمه يعني، والجزء الأكبر أنا أفتكر الليلة واقع على أبواتنا وأخواننا الإدارة الأهلية، وبعد ذاك نحن الشركات، وكل زول يأخذ الجزء اللي بخصه. الوزارة طبعا هي تسن لنا القوانين والأشياء زي دي، ونحن في الشركات زي ما هو في المنصة الصادق أبو شورة هو معانا في شركة توبي أوبكو، وأخونا هشام العلا قصة، لكن ما عجبني التعليق قبل النيجاتيف أول، لكن داير أقول على إنه الكنل التحديات اللي قبلها الشركة عايشناها معاهم، لأنه عندها طالما هو قدم لي خدمة بيوفر فيها اللوجيستيك حقها، وخدمة تكون مميزة وخدمة تكون هنا، أنا من جانبي لازم أوفر الأشياء الثانية. الدور الحاجة الدائرة الليلة من الإدارة الأهلية إنه ولاداتنا ديل في جزء مفروض علينا في الشغل، لكن الفرض ده بيأثر ليه على خدمة؟ قبل مستر أحمد بيقول إنها ما دائرة تخصصية، بالعكس دي أهم خدمة لي أنا في القطاع يعني، ما زي مهندس البترول يس، لكن لو ما مهندس البترول لقى كاترينج بمستوى فيه والـ HSE والـ High Standard، يلقى توقيته ونوعيته وده كله ما بيأدي لي الأداء، بيجي يطلب يطلع الخرطوم ما بيستمر لي. وأنا التكنيكال الجزء الكبير موجود لي في الحقول، نحن الأدمنستريشن اللي قاعدين في المكاتب، فدي خدمة تخصصية، خدمة دائرة كفاءة. فدائرة من ناسنا اللي بيفرضوا علينا وبيفرضوا على الكونتراكتر تشغيل عمالة، حتى لو دربته أنا من بدري أبدأ التخصصات دي، حتى لو من الـ CD التنمية المجتمع،
انا اعمل لي زي ما بقولوا على مش مدارس او حاجات حسب تخصصات وحب الشاب في الشغلانيه دي، ما يزول يخشها من بدري. انا للتدريب في المنطقه ذاتها، ده المخصص في العجائن، ده مخصص في الفود وهكذا. يعني من بدري نحن نقعد اللقاءات اللي بيطلبوها ناس ويلز بنرحب بها على اساس ندرس كيف نخرج من المشكله دي. ما رافضين تشغيله، لكن تخصصيه مهمه في المجال ده. انا حتى نظافه الغرف يا جماعه ما سهله، لانه انا بستعمل لي ماتيريال دايره تخصصيه في التعامل معاه. يعني لازم الناس تقبل بالتدريب ونشترك مع بعض فيه لتطويره. كيف بالنسبه للنقطه اللي بتليني، انا كشركه دفع طبعا، وبالمناسبه عندنا مراقبه لصيقه جدا لاداء الكونتراكتر، لانه البرفورمانس حق الكونتراكتر هو اللي بيديه المجال ليستمر معي ولا اشوف منافس اخر. داير اقول على انه التدريب مهم، ودفع القروش ان شاء الله في توقيته يا رب، معانا الوزاره موجوده والامور الماليه تتحسن وننتظم، لكن ننتظم فيها بصوره راتبه بدون ما يجيني زول بيجي مش لولس براها، لكل الكونتراكتر الوطني العامل في البلد. بشيد ثاني وبشيد بانه كونه يفكروا في المستقبل وحل المشاكل مش الهروب منها دي. شكرا جزيلا، والكلام كثير لكن الحمد لله، نشكركم كثير على اللي قدمتوه، ومعاكم نحن ان شاء الله نمشي للاحسن واحسن. شكرا جزيلا. طيب هناك السلام عليكم. هيثم صالح، شركة شارف. يعني من البديهيات يعني شاكرين المبادرة وفيها كل المعنيين بالأمر وكذا. وزي ما قال الأستاذ أحمد، يعني إحنا دارين نحكي عن 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 وقائع، لأنه شغالين في الفيض وفي التشغيل وكذا. أول حاجة قبل موضوع البترول، كان في تجربة ناجحة جدا في كنانة. يعني أستاذ أحمد ذكر عمنا عم حماد الشيخ، وحماد الشيخ يعني رجل زي ما قال أستاذ أحمد من شيفرون لحد تاريخه. معظم الصناعية البدو الكيترينج واستمروا في الحقول من كنانة، من النيل الأبيض. ليه؟ لجوارهم من كنانة، لأنه أخذوا ترينينج كافي مع الخواجات في كنانة وفي البدايات، وعملوا أساسات قوية جدا استمرت بها. على عكس التجربة الأسة مثلا في الحقول بتاعت البترول، علاقة بتاعت مناكفة أو اغتنام فرص. كل المرجو إنه 15 فرصة تتحول لـ40 فرصة، 40 تبقى 50، 50 من 50 مليون تبقى 100. بقت يعني علاقة يعني زي سيكولوجية الفرصة الأخيرة، دي آخر فرصة وإنه الإنسان يغتنمها. لكن كان ممكن يكون في علاقة، إنه كيف إنه العلاقة دي تكون مستمرة طوالي، إنه كيف الناس تستخدم إمكانيات الشركات في إنه تأهل ناس حتى في غير المنطقة يمشي يشتغل في حتة تانية. أرجو الاختصار عليك الله. حاضر. حاضر. طيب دي الخلفية بتاعت العلاقة بين المجتمع العمالة والشركة. تمام. نمرة اثنين، المنطقة فيها ممكن تكون مركز لوجستي للحوم. يعني المنطقة بتاعت ثروة حيوانية ممكن يكون فيها مركز لوجستي مبرد مجمد بتجهيزات، يعني يكون في علاقة بتاعت وين وين بتاع التجارة بالإضافة للعمالة. بالنسبة للترينينج، الناس كلها أشارت له وأثارت أهميته، ممكن يبقى على مستوى الوظائف، يعني يبقى الباكيتش قبل التعيين. شكرا جزيلا. طيب أنا دار أسمع من الإدارة الأهلية، وبس توجيه بسيط يا جماعة، الموضوع اللي بيكون تم النقاش فيه أول توصية اللي قالوها الناس ما يكررها تاني عشان اختصار للزمن. هاي تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا للفرصه، وشكرا للاخ مقدم الورقه الناظر الصادق حريك عز الدين اداره اهليه. انا افتكر ان احنا نشيد بالورقه وباداء يعني الشركه في المجال بتاعها، ونحن بنامن على ضروره قيام مجلس التنسيق اللي تحدثت عنه الورقه. نفتكر انه ضروري جدا لعمليات التنسيق في مسائل كثيره جدا. انا
من أنصار إنه طالما الشركة بتقدم عمل بمستوى عالي بفتكر أنه التعاقد يجب إنه يكون بالدولار حتى أنها لا تتأثر بالمسألة بتاعت التضخم وتتأثر تلقائيا الخدمة اللي بتقدمها الشركة يعني. وكلما الشركة حققت أرباح أكيد الأرباح دي بتجي راجعة بتدور في تحسين الخدمة. الشركات بصورة عامة أنا بفتكر إنه المجتمع المحلي يعني المجتمع المحلي حقيقة أنا بفتكر إنه محتاج للتوعية يعني دور الشركات في خلق توعية للمجتمعات المحلية بحيث أنها توفر الجو الصالح لعمل هذه الشركات. أنا أفتكر إنه الندوات والورش والسيمينارات المحلية على المستوى المحلي بالتعاون مع الإدارة الأهلية بتخلق نوع من الوعي في المناطق اللي عاملة فيها شركات البترول. طيب دار أقول إنه المجتمعات المحلية وفرت بيئة صالحة لصناعة البترول في 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 وقت كانت فيه تعقيدات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة جدا، وفرت بيئة صالحة مكنت شركات البترول من إنتاج النفط بنفس المستوى. بفتكر إنه بعد ما نجحت العملية بتاعت إنتاج النفط البترول كمشروع قومي بنفتكر إنه هو ما استطاع إنه يتصالح مع المجتمعات المحلية كمشروع قومي، وده في إنه ما قدر يقدم خدمات حقيقية تلامس رغبات المواطنين وتجعل من المواطن في حقول البترول إنه هو حارس وأمين على عملية إنتاج النفط. شكرا جزيلا. عندي فرصة أخيرة بس للزمن يعني. أيها أستاذ طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. الطاهر أبو الحسن الطاهر، وزارة الطاقة والنفط. زي ما سبقني الإخوة إشادة برضو يعني ورشة مميزة صراحة، ويعني المبادرة كان متوقع إنه شركات تانية بتقدم نفس الخدمة تشارك مع شركة ويلز، لكن شركة ويلز هي أخذت زمام المبادرة وقدمت لنا الورشة الجميلة المنظمة المميزة صراحة. فدي ناحية مهمة لازم يعني الناس تتكلم عنها. فبالنسبة لنا احنا في الوزارة طبعا توطين الصناعة النفطية هدف استراتيجي صراحة. شركة ويلز قامت بالدور ده بنجاح، يعني الأستاذ أحمد فضل قبل شوية بيتكلم عن انه وعايز العمالة تكون 100% سودانية، يعني الخدمة اللي بتقدمها الشركات الأجنبية احنا دارينها شنو تقدم بواسط شركات وطنية، وهم نجحوا تماما يعني قاموا بالدور ده تماما، وبقى الآن عندنا شركة مميزة ورايدة في مجال الكيترينج. في أشياء يعني الناس تتكلم عن أشياء كثيرة، النواحي الأمنية، التأمين، يعني بالنسبة إحنا الشركة الوطنية لابد إنه الدولة تحميها، لأن أنت عملت شركة وطنية برضه عايزة حماية، في مشاكل أمنية، في مشاكل في العقودات. فأنا ما أقدر أطول في الكلام، مشاكل العقودات يعني في يعني حاجات يمكن تكون مماثلة في شركات الحفر، يمكن في الشركات اللي هي بتقدم الخدمات الثانية بالنسبة للأوتسورس العمالة، فدي كلها تم حلها بالتضامن، يعني الشركات هي بتكون متضامنة مع بعض بتقدم مقترح موحد، وده بيبقى بيترتب عليه زيادة في العقد بحيث انه يغطي المصاريف الاضافيه، لانه المشاكل هي زياده في توحيد للمرتبات او في زياده المرتبات. انت عايز عندك مشكله بتاع الدولار، لكن العقود ما زالت موجوده زي ما هي، واخواننا في الشركات موجودين، فهي الزياده بتكون مقبوله بالنسبه لنا احنا في الاداره العامه للاستكشاف، وبالتالي ممكن احنا نلزم بها الشركات حتى انه يعني كنوع من الحمايه انه الشركات اللي هي بتقوم بالدور الوطني إنها ما تخسر. أنا ما أدار أطيل برضو في موضوع مهم جدا، المسؤولية المجتمعية، يعني أي شركة موجودة أنت لازم توجد علاقة أو تخلق علاقة طيبة بينك وبين المجتمع اللي أنت موجود فيه، وده في النهاية بيؤدي لأنه يكون في ود وفي تواصل وفي تصافي والناس تقدر تشتغل مع بعض. أنا يبدو لي برضو شركة ويلز رغم إنها يعني الآن بيعينوا عمالة محلية و المنطقة طبعا بتستفيد من التعيين، ف
فيبدو ليه برضو حسب يعني احنا ما بنقول لهم اعملوا مدارس اعملوا عندهم هم حسب مقدرتك كشركة هي ممكن تساهم في المسؤولية المجتمعية. وشكرا جزيلا. الوقت ضائق لكن يمكن الأستاذة تكون آخر فرصة بإذن الله تعالى لأن الوقت حاصرنا خلاص يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. سناء محمود وزارة النفط HAC. أنا فعلا عشان ضيق الوقت حكون حاجة مختصرة جديد. بنشكر على الدعوة الكريمة وشكرا جزيلا مستر أحمد على البرزنتيشن. في بس نقطة حقيقة صناعة النفط صناعة فيها هزر كبير. مستر أحمد ما يعني التنسيق بين الـ HSE في شركتكم والشركات هل بيوجد تنسيق؟ هل بتحتاج الشركة تنسيق بينها وبين الجهات خصوصا في جانب الدريلز والأويرنس وكذا؟ فبنتمنى إنه الحتة دي تدون عنها فكرة يعني. طيب شكرا جزيلا. في توجيه برضو من أستاذ أحمد المدير العام لشركة ويلز أنه دي فرصة للإدارة الأهلية. أنا حاولت بس ألتزم بالجدول القدامي حسب السكرتارية لكن لا بس وأرجو الاختصار يعني كفرصة أخيرة. تفضل. طيب أعوذ بالله السميع العليم شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ إبراهيم إدارة عامة العمل غرب كردفان. حقيقة الورشة كانت في محل تقدير واحترام لأنها جاءت في الوقت المناسب وجاءت من شركة ويلز اللي بنعتبر أن إنها يعني في مجال تقديم الخدمات يعني فاتت الكبار والقدرة. فأنا عندي يعني ملاحظة من خلال الورقة المقدمة لابد من بس روح الثقافة العمالية حتى الثقافة العمالية للعمال اللي اتكلمت عنهم الورقة اللي هم من اللوكل لابد من انه يبثوا فيهم روح الثقافة العمالية حتى نتلافى الإشكالات التي ذكرت في هذه الورقة. فلتكن هذه الثقافة قبل الدخول في العمل عشان تضمن سلامة تقديم هذه الخدمة. وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير. ويمكن كده الورقة خلاص الزمن بتاعها انتهى وهي فيها من النقاط المهمة جدا وتطواف سريع على قضايا أساسية تتعلق يمكن بتجربة شركة ويلز في حقول النفط. ويمكن جل الأمور التي طرقت فيها اتفاق عام بين الجميع لكن يبقى التحدي الماثل كيف يمكن إنفاذها على أرض الواقع. يعني تنفيذها على أرض الواقع وتجاوز هذه التحديات يبقى هو المشروع المستقبلي والطموح لدى شركة ويلز وجميع الشركات حتى نستطيع أن نتجاوز هذه العقبات التي تواجه هذه الخدمة المهمة جدا للناس وبعد ذلك نطلب إلى رقي كامل في ما يتعلق بأمر الامتداد الغذائي سواء كان من نواحي لوجستية أو خدمة أو تصالح مع المجتمع المحلي في تلك المواقع التي تقدم فيها هذه الخدمة. أنا لا يسعني إلا أن أشكر مقدمي الورقة أو مقدم الورقة الأستاذ أحمد فضل الله المدير العام والأستاذة سمية أبو الريش وأشكر كل الذين يعني تفضلوا بمداخلاتهم الثرة وتعليقاتهم المميزة والتي كلها ستكون في مجال الاعتبار عند السكرتارية. هذه النقاط كلها سيتم إنزالها وتكون تلخيص كامل إن شاء الله في نهاية هذه الورشة بإذن الله تعالى. نطلب مباشرة إلى الورقة الثانية ويمكن شكرا إن شاء الله. يعني الواحد بيعتذر للذين رفعوا أيديهم ولم يجدوا فرصة أنه لضيق الزمن لكن هنالك أيضا يعني ورقتين ورقة الآن نحن بصددها وورقة أخرى إن شاء الله سيتم توزيع الفرص حتى يستطيع الجميع أن يساهموا بتعليقاتهم وخبرتهم ومدخلاتهم بإذن الله تعالى. الورقة الثانية تتعلق بتشريعات العمل بين المخدم والعامل تنوير أصحاب المصلحة بالتشريعات. وكما نعلم جميعا أن التشريعات والقوانين مهمة جدا لأنها تحكم العلاقة بين المخدم والعامل. ولعل المتابع يجد أن كثير من المحاكم الآن تضج بالقضايا والنزاعات التي بين العامل أو المخدم أو من ناحية المخدم تجاه العامل. فمعرفة هذه التشريعات ابتداء يساهم مساهمة فاعلة في يعني ضبط هذه العلاقة بين الطرفين.
كل يجد حقوقه وكل يجد استحقاقاته. والحقوق ليست فقط في إطار العامل، المؤسسات المخدمة أيضا لها حقوق، فينبغي أن يقوم كل بحقه وأن يحافظ على ذلك. هذه الورقة تساهم أيضا في زيادة هذه الثقافة التي تساعد في المحافظة على العلاقة بين الطرفين. فيتفضل مقدم الورقة الأستاذ عبد العظيم عثمان، مدير إدارة التفتيش والأجور. وكذلك ستكون مشاركة بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الورقة احتوت على بعض الأحكام المنظمة لعلاقة العمل بين المقدم والمستخدم، أو بين العامل وصاحب العمل، أو بين الشركة والمستخدمين بتاعنا. الفيصل بتاعنا هو القانون اللي بيحكم هذه العلاقة، هو قانون العمل 1997. كذلك احتوت الورقة على قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 74 وكيفية تحديد الأجور بالنسبة للعاملين. فنبدأ بقانون العمل 97. استثنى القانون من تطبيقه بعض الفئات، من ضمنهم أعضاء السلطة القضائية ووزارة العدل والقوات المسلحة والقوات النظامية والعاملين في الحكومة وخدم المنازل والعمال الزراعيين والعمال العرضيين. العمال الزراعيين هنا نحن نقصد هنا العامل الزراعي، العامل اللي بيقوم بعملية الزراعة، يعني صاحب العمل يقوم يوفر له الأرض والموية والزراعة والأسمدة، هو بيقوم بعملية الزراعة، ويمكن تكون أكبر القطاعات عندنا موجودة في السودان. وللأسف حتى الآن ما في قانون بيحكم شروط العمال المنزلي، العمال الزراعة. الشيء الثاني من ضمن الناس المستثنين العمال العرضيين، نقصد بالعامل العرضي العامل بيؤدي لصاحب العمل عمل مؤقت لا تزيد فترته عن 15 يوم، ويكون طبيعة عمل هذا العامل تختلف عن طبيعة العمل المتفقة، طبيعة العمل ببشر صاحب العمل. يعني عندي شركة أو مصنع، قمت جبت عمال أصنع عمولي صيانة سواء كان مباني أو حدادة أو نجارة، فالعامل اللي بجيبه ده القانون هنا ما بينطبق عليه، لأنه مستثنى من القانون بينطبق عليه صاحب العمل ما بيكون له مقدم. القانون بينطبق على أي شخص يؤدي يعمل بأجر ويؤدي لصاحب العمل يعمل لزول تاني بجنو تحت إشرافه وإدارته. أول حاجة هي العلاقة دي بين العامل وصاحب العمل هي علاقة تشريعية، فأول حاجة فيها مفروض يكون العامل ده عنده عقد عمل، والعقد العمل ده هو أي عقد يكون مكتوب أو شفوي يعمل بموجب شخص تحت إشراف وإدارة صاحب العمل مقابل أجر أي كان نوعه. أي عقد غير مكتوب يلتزم صاحب العمل بكتابة العقد وأن يحرر بصورة واضحة غير مشبوهة تحدد فيها حقوق وواجبات الطرفين. العقد ما بيكون نافذ وصالح لمصلحة صاحب العمل إلا إذا اطلع عليه العامل وقام التوقيع عليه، سواء كان بكتابة اسمه أو ببصمة إبهامه أو بخدمه. وكذلك في حالة العامل الذي يجهل القراءة والكتابة، مفروض صاحب العمل يقوم بقراءة العقد ده بحضور شاهد يختار العامل، والشاهد ده لازم يكون ملم بالقراءة والكتابة، والشاهد ده يكون شهود في العقد. تجي لساعة العمل، ساعة العمل هي 48 ساعة في الأسبوع، بتخللها 8 ساعات يوميا. الثمان ساعات بتخللها نص ساعه للراحه سواء كان للفطور او للراحه. اما بالنسبه للمراه فهي الساعه بتاعت العمل عند الراحه بتاعتها ساعه، وبالنسبه للحدث والحدث ده برضو ساعه العمل بتاعه راحته ساعه. الحدث هو الزول عمره اقل من 16 سنه.
كذلك بالنسبة للمرضعة، المرضعة بيستحق ساعة بتاعت رضاعة بعد من تاريخ الولادة لمدة سنتين للطفل. بعد مرة صاحب العمل بيقوم يكلف العامل بهذا عمل بعض ساعات العمل العادية، وفي هذه الحالة يقوم صاحب العمل هنا ده أي ساعة يشتغلها بيقدمه شنو أجر إضافي، والأجر الإضافي بيحسب على إنه الساعة بساعة ونص في الأيام العادية والساعة بساعتين في أيام الراحات والعطلات الأسبوعية. أما بالنسبة للمرأة فالعمل الإضافي اختياري بالنسبة لها. عندنا برضو مفروض الإجازات، أي عامل تم سنة في الخدمة المستمرة مع صاحب العمل يستحق إجازة سنوية ويحدد مواعيدها حسب مقتضيات العمل، والإجازة السنوية بتتفاوت حسب سنين الخدمة، فمن سنة لثلاث سنوات العامل بيستحق 20 يوم، ومن 8 أو أقل من 15 25 يوم، وأكثر من 15 سنة بيستحق 30 يوم. برضو عندنا إجازات في أيام العطلات والمناسبات الرسمية، فأي عامل تم الثلاثة شهور في خدمة صاحب العمل مفروض يتمتع بالعطلات والراحات الأسبوعية. عندنا إجازة الوضع بالنسبة للمرأة، المرأة بعد مرور 6 أشهر من تعيينها مع صاحب العمل فتستحق إجازة وطن، على إجازة الوضع بتتفاوت هي 8 أسابيع، ممكن يديها أسبوعين قبل الوقت و6 أسابيع بعد الوطن، إذا أو 4 أسابيع قبل و4 أسابيع بعد. إذا كانت المرأة دي يعني بعد إجازة الوطن ولم تستطيع الحضور لمقر عملها بسبب ناتج على الحمل أو الولادة، في الحالة هنا صاحب العمل يديها إجازة مرضية، تخش في إجازة مرضية. الإجازة المرضية، أي عامل تم 3 شهور في خدمة صاحب العمل ولم يأتي العمل بسبب مرض مشهود له من الطبيب وما يكون المرض ده ناتج عن سوء أو إهماله، في هذه الحالة هو العامل بيستحق إجازة مرضية. 3 شهور الأولى بيديه أجر كامل، و3 شهور البعضة بيديه نصف الأجر، و3 شهور البعضة بيديه ربع الأجر. بعد ذلك بيكون في إجازة بدون مرتب إلا ما يحدد صلاحيته، يعرض للقنصل الطبي ويحدد مدى صلاحية العامل للعمل. كذلك تستحق المرأة الذي توفى زوجها إجازة عدة هي 4 شهور و10 يوم، وإذا كانت المرأة حبلى في الحالة دي بتستحق بعد ذلك إجازة وطئ نفس 8 أسابيع. كذلك بيستحق العامل الذي قضى مع صاحب العمل 3 سنوات يستحق إجازة إجازة حج، والإجازة دي هي 15 يوم بعد مرور 3، وهي مرة واحدة في المشي يعني في السنة مرة واحدة. يقوم صاحب العمل بإعداد لائحة بالنظام الأساسي بيسموها لائحة الجزاءات ولائحة النظام الأساسي، ولائحة الجزاءات دي لازم توضع في مكان ظاهر، واللائحة ما بتكون نافذة أو صالحة لخدمة صاحب العمل إلا بعد ما يحتمل المكتب المختص. إذا أنزل العامل بالفصل عند استيفاء جميع الجزاءات المقررة يجوز لصاحب العمل في هذه الحالة في أي محالقة، يعني زول عامل لائحة عدد الجزاءات عنده أخذ مخالفات كثيرة وبعد ذا أخذ إنزال نهائي، بعد الحالة إذا كان ارتكب أي مخالفة بعد الفترة دي بعد هذا بعد صاحب العمل عنده يفصله ويكتب له خطاب يوضح له فيه أسباب الفصل ده ويديه حقوقه، وعنده الحق يمشي يستأنف القرار ده لدى السلطة المختصة. إذا حصل العامل على إنزال نهائي بموجب لائحة الجزاءات وتمت سنة كاملة على تاريخ الإنزال ده ولم يرتكب أي خطأ تاني، في الحالة دي بيقوم شنو الإنزال النهائي ده
بيحسب يخصم منه يكون ما عنده إنذار. جينا في الحتة يعني شايف الناس كلها يعني هي المشكلة بتاعت الإضرابات يعني هي بقت هاجس مش حتى لنا الأيام دي نحن يوميا عندنا مشاكل في بقوة الإضرابات. فالإضرابات عندنا مراحل بتاعة تسويس النزاع والنزاع ده هو النزاع بين عامل مستخدم أو بين عمال وعمال أو بين صاحب عمل وصاحب عمل. فإذا حصل أي نشأ أي نزاع عمال يجب على الطرفين المتنازعين في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ الإقطار بموضوع النزاع الدخول في مفاوضات ودي تسوى النزاع على لا تتجاوز مدة التفاوض 3 أسابيع ممكن تستمر لأسبوعين تاني. يعني حصل نزاع فلازم الناس تقعد وتتفاوض بطريقة ودية عشان تعمل لتسوية النزاع ده تسوية النزاع. يجوز للسلطة المختصة حضور جلسات التفاوض لكن ما عندها الحق أن تشارك إلا إذا اتفق الطرفين المتنازعين على مشاركة السلطة المختصة. إذا تم تسوية النزاع بطريقة ودية يحرر هذا الاتفاق من 3 نسخ يوقع فيه الطرفين وتوضع النسخة الثالثة لدى مكتب العمل المختص. إذا لم يتوصل الطرفين المتنازعين في المرحلة الأولى مرحلة التفاوض إلى اتفاق جاز لأحد الطرفين أن يتقدم بطلب للسلطة المختصة لإحالة النزاع ده إلى المرحلة الجاية وهي مرحلة التوفيق. كذلك يجوز للسلطة المختصة إحالة النزاع للتوفيق بدون موافقة الطرفين. إذا تم الاتفاق على التفاوض ده يقوم يحرر من 3 صور يوقع فيه الطرفين وتوع نصها الثالثة لمكتب العمل. وقلنا إذا لم يتوصل هذا الاتفاق بعد ده بيتحال للمرحلة الثانية مرحلة التوفيق. هي مرحلة يعني مفروض الطرفان دين بعد مرحلة التفاوض يخشوا لتسوية النزاع بطرق ودية خلال مدة 3 أسابيع. إذا اتوصلوا لاتفاق يقوم يعمل يحرر هذا محضر الاتفاق ده ويكون من 3 نسخ توضع فيه السلطة المختصة والطرفي النزاع وتوضع النسخة الثالثة لدى مكتب العمل. هناك في شروط لتقديم الطلب. يعني أنا إذا كان الطلب ده أحد الطرفين دار يقدم عشان يقول إنه في نزاع أو في أول حاجة الزول بيقدم إذا كان الطلب مقدم من صاحب العمل فهذه الحالة يكون بالتوقيع باسم صاحب العمل. أما إذا كان الطلب مقدم من العاملين فلازم يكون عن طريق النقابة بتاعت العاملين وبعد موافقة النقابة المركزية أو الاتحاد. إذا لم يتصل الطرفان في مرحلة التوفيق بعد ده يجاز السلطة المختصة أن تحيل النزاع ده إلى مرحلة التحكيم ويقوم تقوم السلطة المختصة هنا ترشيح هيئة تتكون هيئة تحكيم من قاضي تكون درجة عامة من درجة عامة يعني وترشح السلطة القضائية مخدم ما يكون عنده صلة بموضوع النزاع يرشحه المخدم برضو مفروض موصل لنقابة عمل تكون ما عندها طرف بالنزاع ترشحه النقابة صاحبة النزاع أو
إذا كان الطلب ما في نقابة في الحالة هي حالة دي هنا العمال يقوم يعمل توقيعات لعدد أكثر من نص الأعضاء ويرشح مجموعة من العاملين عشان يتكلموا باسمهم. يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة للنظر في النزاع على تتجاوز مدتها أسبوع من تاريخ الإخطار بالنزاع. يكتمل النصاب القانوني لهيئة التحكيم بحضور 4 أعضاء بما فيهم رئيس الجلسة. تنظم هيئة التحكيم النزاع المعروض عليه وتصل فيه في مدة لا تتجاوز 4 أسابيع من تاريخ استلام الطلب. ويجوز للسلطة المختصة لهيئة التحكيم أن تطلب من المدة السلطة المختصة تمديد الفترة دي لفترة أخرى ثاني 4 أسابيع. يكون لهيئة التحكيم سلطة استدعاء الشهود وتحليفهم اليمين وإجبارهم على تقديم المستندات والدفاتر. يجوز لأي طرف من الطرفين أن يوكل محامي أن يترافع عن سواء كان من المقدم أو من النقابة عشان يترافع معه أمام هيئة التحكيم. تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها أو العرف أو ومبادئ العدالة وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. يكون قرار هيئة التحكيم قرار نهائي ولا يطعن فيه. يجوز على رئيس هيئة التحكيم إعلان طرفي النزاع بالقرار وإعطاء صورة من السلطة المختصة. في كل الأحوال يحظر على العمال وسواء كانوا عمال أو موظفين أنه يتوقف من العمل كليا أو جزئيا. كذلك يحظر على صاحب العمل قفل مكان العمل كليا أو جزئيا. يعني ما في حاجة اسمها إضراب. القانون ما في إضراب. القانون بس هي المراحل بتاعة تسوية النزاع دي. فلذا حاجة أنه قبل يومين كان عندنا نزاع كده ومشينا عشان نحل النزاع. فقمت قلت للعمال قلت لهم يا أخي القانون ما في إضراب. فأنتوا لازم تقعدوا عشان تحلوا المشكلة دي بيناتكم. قال لي يا أخي كيف القانون ما في إضراب؟ القانون لما ما في إضراب حسي ناس أساس جامعة الخرطوم ديل في زول مستنير أكثر منهم ما هم مضربين. فثقافة العمل مشكلة كبيرة. يعني بعدها نخش في الأجور. أنه من المعلومة أن الأجور في السودان بيتحدد عن طريق هياكل الأجور أو عن طريق الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص. وكل الطريقتين تعتبر الحد الأدنى هي العتبة الأساسية التي تنطلق منها الشرائح الأعلى. برز في السنوات الأخيرة دي اهتمام متزايد بموضوع الحد الأدنى للأجور. وذلك حتى يعني دائما بعد حصل بعد جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الحاسية حاليا دي. فأصبح الأجر بتاع العامل لا يكفي مش احتياجاته الأساسية مش احتياجاته الأساسية حتى ما يكفي تعرفة المواصلات من المكتب بالبيت إلى مكتبه. فإذا كان إحنا يخوض حد النجوم لازم نراعي في بعض الأشياء. أول حاجة احتياجة العمال وعائلاتهم من مراعاة المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة. العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة يجب أن لا يكون تكون عملية بطريقة عشوائية أو لحسابات سياسية أو بدون معايير. لازم يكون بدراسات اقتصادية. برضو زيادة الأجر ده لازم تكون تتطابق مع نسبة التضخم. يعني ليلة كل ما زاد التضخم
كل ما زادت الهوية الهوى بين المرتب والسوق. قانون حد الأجور هو القانون الذي وضع نظاما للأجور، تلخص أهم مهامه في الآتي: يطبق هذا القانون على كل شخص يبلغ من 16 عاما ويعمل في أي منشأة. قد أستنسى القانون العامين بالحكومة القومية وحكومة الولايات. ليس بالقانون ما يمنع صاحب العمل من دفع فوائد وامتيازات أكثر من الشيء المقرر عليه بالقانون. ليس بالقانون ما يشرع الحقوق المكتسبة بالنسبة للعامل. كذلك كفل القانون الحماية الإدارية والقضائية في حكاية النزاع اللي بيحصل بين العامل وصاحب العمل، سواء كان بصرف بيت الأجور أو دفع الأجور، وأي نزاع يرفع للسيد وكيل وزارة العمل أو من يفوضه، وهو فوض مكاتب العمل الولائية المنتشرة في جميع أنحاء السودان. فأي نزاع مهد في خلال أسبوع من تاريخه أي يقوم أن يفصل فيه، يستأنف غير السيد الوكيل أو من يفوضه إلى المحكمة المختصة أو المحكمة المدنية، ينفذ غير الوكيل أو من يفوضه بواسطة المحكمة المدنية الموجودة. أخوان برضو من المشاكل اللي بتواجه الناس حتى في الولايات، يعني ما في محاكم مختصة، يعني كل المحاكم الموجودة دي محاكم مدنية، فالمحاكم المدنية قضايا العمل ما بتتحمل التأخير. عشان كده العامل بيسهج، يعني إذا قدم دعوة في المحكمة بتأخذ فترة طويلة جدا، أو بعض مرات مع احترام للمشاريع القانونيين والمحامين بيقوم يجروا عشان العامل ذاته يفوت يخلي الشغالية دي. كذلك بالنسبة لصاحب العمل، مثلا حصل إضراب بتاع عمال، القرار طلع لأنه يفصل العمال ديل ومكتب العمل وافق على فصلهم والمحكمة وافقت على فصلهم، لكن العمال ديل يا أخو الله نحن ما بنطلع من المعسكرات دي، لأنه مكتب العمل ما عنده الآلية التنفيذية، لكن المحكمة عندها سلطة تنفيذية. فعشان كده أنا بأيد على سنه، برجع على سنه، أوصي على سنه في كل رئاسة ولاية مفروض تكون في محكمة بتاعة عمل. وشكرا، يعني الزمن سريع. جزا الله الأستاذ عبد العظيم عثمان على هذه المعلومات السرة والمهمة. وأنا أحسب أنه يعني الثقافة أو التشريعات العمل بين المقدم والعامل النذر يسير، يمكن كثير من الناس الإلمام ضعيف بهذه التشريعات، وده واحد من أسباب الاختلافات الكبيرة والنزاعات التي تحدث في المحاكم. وأنا في تقديري يعني إلمام الناس وتعريفهم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بين المقدم والعامل تساهم في حل كثير من الإشكالات، يعني زي كخطوة إجرائية أو وقائية. يعني كثير من العاملين ليس لديهم إلمام بهذه القوانين وحقوقهم، وكذلك بالنسبة للمقدم، فالنزاعات تستمر يمكن مرات أعوام في المحاكم وتنتهي يعني بعد ذلك. فلو كان من البداية هذه المعلومات وهذه التشريعات مكان إلمام كامل بين المقدم والعامل لكفت الناس هذه يعني الجرجرة الطويلة والنزاعات المستمرة من حين لآخر. أنا أقدم الأستاذة سمية تفاسيليتيت أو هايلايت البوينتس المتعلقة بهذه الورقة، تفضل. شكرا جزيلا. في الحقيقة الورقة عن تشريعات العمل بين المقدم والعامل، أهم ما ورد في الورقة: أولا يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل عقد، وهذا العقد لابد أن يطلع عليه العامل ويوقع عليه في حضور شاهد. اثنين، في حالة النزاعات لابد الالتزام بتسويات النزاع، والالتزام بالتسويات دي يكون خلال التفاوض والتوفيق والتحكيم. صاحب العمل لا يغلق مكان العمل، لو حصل أي نزاع مفروض صاحب العمل ما يغلق مكان العمل، ولا العامل يضرب ويترك العمل ويروح. الحتة بتاعت الأجور
يعني الأجور لابد ألا تطرح بطريقة عشوائية، والأجور لا تخضع للنواحي والمزايدات السياسية، وزيادة الأجور يعني حق مكفول للعامل، ولابد أن تكون بما يتماشى مع حالات التضخم، ودائما الزيادات تكون بطريقة منطقية ومدروسة حسب الحوجة المعيشية للعامل وأسرته حتى يستطيع أن يغطي تكاليف المعيشة. قانون العمل حدد الحد الأدنى للأجور لا يؤثر على الحقوق المكتسبة بالنسبة للعامل، يعني يمنع العامل الحد الأدنى للأجور ويراعى فيه أنه يعطى بالطرق الأفضل، بأفضل طريقة يستفيد منها العامل. لابد من الالتزام بساعات العمل المحددة وفقا لقوانين التخديم، والالتزام بدفع قيمة الأجور الإضافية إذا دعت الضرورة لذلك في وقتها. يعطى العامل إجازة سنوية وفقا للضوابط المطروحة. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ سمية، ونفتح الفرصة الآن للنقاش والتعليق. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. إدريس جمعة رحمة الله، يدير إدارة العامة للعمل بولاية غرب كردفان. في الأول نشكر الأخ عبد العظيم، سمينا عبد العظيم، قدم محاضرة كافية الورقة الشافية وكافية، وضحت كل القوانين والأجور وكل ما يحتويه. نحن عندي ملاحظة في نقطتين. النقطة الأولى يعني حظر العمال والعاملين الغاف عن العمل في أثناء النزاع، لكن في البترول، في حقول البترول، العمال بيقوموا بإضراب وبيعملوا يومين وبيشتغلوا يوم، وهذا في القانون غير موجود. فده ما عارف قانون ده استمدهم ولا بقى السياسة عندهم بيستعملوها هنا في منطقة غرب كردفان. النقطة الأولى دي نرجو من أخونا يعمل لنا إن شاء الله توجيه وخطاب نرفعه معنا على ووضح للعمال في ولايتنا بأنه هذا ما غير قانوني. النقطة الثانية في الأجور. الأجور دي هي محك المشكلة ذاته الأساسية. كل الإضرابات وكل الحاجات اللي بتحصل في حقول النفط سبب الأجور، لأن المرتبات اللي بياخدوها قليلة ما بتقارن مع حوايجهم، وهم شغالين في حقول بتاع بترول بيشعروا بأن البترول بالعملة الصعبة وعنده قروش، وهم قروشهم دي بسيطة فبيتخلهم يضربوا. فدي أسباب. لكن أنا بجي في نقطة تانية مهمة جدا بالنسبة للشركات اللي بتشتغل في الدريلينج، في البترول الدريلينج والسيرفيس، عندها كوادر سودانية، خاصة شركة اليو ان اس، كل الكوادر بتاعتها يعني من التولبوشر لحد آخر حاجة كلهم سودانيين. ونحن عشان نحافظ على الكوادر بتاعنا وما نفقدهم لابد أن يكون فيها زيادة المرتبات، يعني تقدر تحافظ لنا على كوادرنا، لأنه الجنوب جنبنا بيشيل الكوادر دي بيشغلها في الجنوب وبيشتغل بالعملة الصعبة. عندنا في تشاد بيجوا بياخدوا الكوادر من السودان وبرضو بالعملة الصعبة، وعندنا في النيجر بياخدوا الكوادر دي مننا. نحن عشان نحافظ على الكوادر السودانية دي ما تطلع، وخاصة في شركة يو ان اس ما تطلع مننا، لابد أن نديها مرتبات تكفي، يعني تكفيها، لأنه الكوادر دي لو جبنا كوادر صينيين، الصيني ب$7,000 غير سفريته من هنا للطيارة عشان يجيبوه ورجع يتكلف. فنحن بنحافظ على كوادرنا بقدر الإمكان، إنه الشركات بتاعت اليو ان اس والدانفودي وكل الشركات عندها كوادر تحافظ عليها، يعني تزيد لها مرتباتها. ما قلنا عملوا بترول لكن عملوا، ما قلنا عملوا بالدولار لكن عملوا قروش مناسبة على أساس إنه يحفظوا لنا على كوادرنا. السلام عليكم. شكرا. فرصة للنقاش والتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. زكريا الطيب، إدارة الكيترينج
شركة بشائر خطوط الأرنبيب. أرجو من السيد عبد العظيم توضيح بعض النقاط. عندنا العاملين في حقول النفط بيشتغلوا مثلا 28 يوم و 28 يوم إجازة، فتواجهنا بعض المشاكل بالنسبة لساعات العمل. فأحيانا العامل بيقول مثلا هو اشتغل 8 ساعات، بعد 8 ساعات ما يقدر يقدم خدمات ما لم يدفع له مثلا أجر إضافي. أرجو توضيح هذه النقطة وشكرا. شكرا. عايزة طيب خلاص ياخذ الفرصه واديه مشكله طبعا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور خالد محمد حسن، مدير اداره التنميه الاجتماعيه بمناطق البترول. الصوت عليك يا جماعه، سامع الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور خالد محمد حسن، مدير اداره التنميه الاجتماعيه بمناطق الانتاج وزاره الطاقه والنفط. حقيقه انا سعيد جدا انه اشارك في الورشه قامت شركة ويلز. حقيقة ضمت مجموعة من مختلفة من المجتمع وبيئات العمل الموجودة في حقولنا ومناطق الإنتاج هناك. فحقيقة يعني من البيئة الخارجية يمكن أمامنا الإدارات الأهلية مثل المجتمع المحلي والشركات العاملة بالإضافة إلى شركة ويلز. والورشة يمكن تحت عنوان سلامة الإمداد الغذائي بين الواقع والطموح وتقييم التجربة بتاعت الشركة خلال السنين الفاتت. نحن حقيقة نحتاج إنه نقيف نأخذ تقييم من كل الطبقات المختلفة في 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 بيئة العمل الخاصة بالشركة وفي مجال نشاط الشركة. فحقيقة دي محمدة كبيرة جدا إن إحنا نحمد أخواننا وزملائنا في شركة ويلز على تنظيم للورشة دي وإشراكنا وأخذ المشاركات والفيدباك بتاع الناس المتأثرين أو الناس اللي هم شركاء في العملية بتاعت النشاط الخاص بعمل الشركة. حقيقة أنا يمكن نحن عندنا شراكة كبيرة جدا مع الشركات العاملة في مجال في الحقول هناك في مجال الشركات السيرفيس، إذا كان شركات خاصة بالإمداد الغذائي أو شركات خاصة بأي نشاط آخر متعلق بشغل التنمية الاجتماعية عنده أثره على المجتمع. فبتظهر ظواهر كثيرة جدا وإشكالات منها الإضرابات، سنتكلم عنها في الورقة، إنه الإضرابات هي أصلاً أمر غير قانوني، لكن المجتمع بيلجأ للإضراب تحديداً للمطالبة بالحقوق وكحل أخير في لو ما لاحظ أو ما لقى أي استجابة للمطالب اللي بيقدمها. دي واحدة من الإشكالات اللي إحنا بتأثر على 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 العمل هناك، بتأثر على النشاط النفطي، بتأثر بشكل واحدة من المهددات الأمنية الكبيرة جداً، لأن إحنا ممكن بنتعامل معه بصورة دورية، يعني كل فترة بكون في إضراب، كل فترة بكون في توقف عن العمل. فدي واحدة من الإشكالات اللي إحنا حقيقة ظهرت في الورقة هنا مفروض نضع لها حلول. يعني أنا شايف إنه إذا كان العقود بتاعت الأعمال الموجودة في الشركات دي بتضمن فيها فورميلا أو إسكاليشن للأجور بصورة محددة، يعني إحنا كلنا شايفين الوضع بتاع البلد والإنفليشن الحاصل، فأكيد الأجر الليلة في بداية السنة هو ما حيكون هو نفس الأجر. إذا كان أسي هو بيغطي لي يعني احتياجاتي الأساسية، قد يكون بعد 5-6 شهور هو ما بيغطي الاحتياجات الأساسية بتاعت العامل. فدي الإشكالات بتصر هنا، مطالبة بتاعت العمال اللي هم غالباً بيكونوا مثل شريحة محددة من المجتمع المحلي، وبعدك تصر إضرابات، فالمسألة في نهاية تتفاقم تصير مهدد أمني، ويعني يجب التعامل معه بصورة خير إن شاء الله. ما دار طيل غير تمام. عزت نرجو الاختصار يا جماعة للزمن، يعني عشان الناس تدي الفرصة للآخرين، لأنه أي إطالة هو خصم من الآخر. يعني شكرا جزيلا أخي أبو شورة، أنا سعيد جدا أن أشوفك اليوم. طيب أنا الحقيقة هتكلم عن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى قانون الحد الأدنى للأجور 74. ما والله تشينفول، يعني إنه أنا في بلد من 74 لحد الليلة ما تقد يعني يقعد 50 سنة وما ما يواكب أي، يعني ما ممكن. it is a defeat real. يعني الليلة الحد الأدنى في الأجور أنا سألت منه قبل سنتين في الصين، قالوا ما يعادل 300 دولار، يعني الدول بيمسح لك الطلبية دي بس. القانون هناك مليار ونص، لاحظوا ما تقول لي 40 مليون، إحنا عندنا ما بدنا المليار ونص ديل. الحد الأدنى لو جبت واحد ينظف لك الطرابيزة بس بمشاهلوه بتديه 300 دولار في الشهر، يعني 150 ألف.
خلونا نكون نتكلم الأرقام كويس. الليلة قالوا أنا سمحت إنه الحد الأدنى للأجورس كم مستهدفين 28 جنيه ألف ولا كم وما تنفذ لسه يعني $50 ما تم لتصبيه فرانك هي. عايز برضو أعقب على موضوع قانون العمل سنة 97 لحد الآن ما حصل له أبديت واستوعب وضع القطاع النفطي. إحنا في السودان عندنا قطاع النفط بيعتمد على الروتيشن باك تو باك 28 يوم on 28 يوم off وطبعا دي بتدي العامل إجازة سنوية أوتوماتيك لكده 6 شهور. فنحن من تجاربنا قمنا عملنا حاجة يعني عشان نغطي الحتة دي قمنا كان كنا لما الناس بدوا يتكلموا قمنا يعني خلينا أشارك لك تجربتنا في الموضوع ده يعني عملنا أجر ثابت طول السنة. أنت قاعد في جلستك قاعد عندك أجر ثابت طبعا ضعيف بما يتماشى مع الحد الأدنى الوقت ده كان 700 جنيه ولا كم ما بدري. بعد كده أي زول قاعد هناك عنده ساعات عمل بال 8 ساعات بلس الأربع ساعات اللي بيقعدها هو المفروض لأنه قاعد هناك بيكون عنده باك تو باك برضه بالليل بيشتغل 1-12 ساعة وأنت بتشوف طبعا سيد العارفين في الموضوع وبيشتغل بالنهار 12 ساعة واحد تاني فكده يعني. فكنا بندفع لهم بالساعة في الحقول عندها زي أجر القطعة يعني لكن هو عنده أجر ثابت مستمر. فدي كانت حلول عملية من ناحية إدارية لكن القانون كان مفروض يعني الناس يحاولوا يعيدوا النظر في استيعاب الوضع الخاص بالنسبة لقطاع النفط وقطاعات أخرى ثانية إنتاجية. إحنا ما بدعة يعني في ناس شغالين في النسيج في ناس شغالين في الزيوت في مصالح ثانية. فأنا أكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا. جزاك الله خير. الزمن يا إخواننا عشان كده أنا يعني كنا ندي ثاني فرصة الزور ادينا فرصة هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعقوب أبو القاسم توري مستشار قانوني شركة ويلز. الإشكالات بتاعت الإضرابات هذا الشيء الأساسي اللي بهمنا في الورقة وقانون العمل. طبعا بنص القانون الإضراب ده حاجة محظورة يعني ممنوعة تماما لكن بعد بتم الإضراب لأنه دي الوسيلة الوحيدة بتاعت الضغط بيضغطوا العمال عشان ياخذوا حقوقهم بالطريقة السريعة. ونحن في الحته دي بالمناسبه شركه ويلز تعاملت بمرونه شديده جدا. نحن رغم انه بكون الناس بيضربوا يوم يشتغلوا يوم لكن ويلز رغم الاضراب ده واحد تلوم شهر كامل ما اشتغلوا بنقعد عشان نحل النزاع بينه وبين شركه ويلز بتدفع للناس زي القروش المبالغ اللي هم كانوا برضو مضربين وده كله حرص من الشركه على انها هي تكسب ود المجتمع المحلي عشان ما يحصل إشكال للمناطق استثنائية بصراحة يعني. والواحد بمرسل الإضراب عشان يأخذ حقه بيكون خالف قانون آخر اللي هو قانون الجناية. واحدة من إشكالياتنا أنه القانون الجناية حتى في تلك المناطق لم يجد طريقه للنفاذ. دي مشكلة يعني في غيبة بتاع السلطة بنلجأ للجهات المسؤولة. يا إخواننا تعالوا نازل قفلوا الشركة مثلا ما في جهة بتقدر تنفذ القانون. دي إشكالية حقيقية بالمناسبة. بنلجأ للإخوان في الإدارة الأهلية كواحدة من آليات الضبط المجتمعي نوريهم أنه ده حصل كده وكده وكده والمكتب العمل يفهم برضو في أزمة بتاع الثقة كبيرة جدا بين الإدارة الأهلية والمجتمع المحلي والعاملين في الشركات ما في أي احترام. دي مشكلة حقيقية بالمناسبة. فوجود القانون كنصوص هو موجود لكن تطبيقه على أرض الواقع أو الزول طالب حق وفق القانون ده ما موجود. الإشكال الحقيقي هو مسألة بتاعت حقوق بالمناسبة يعني ناس شغالين في شركات زي ما قال الأخ قبيل فوركت أخونا أحمد فضل مدير الشركة زول كون شغال في شركة هنا بيأخذ 120,000 ده يكون شغال في الشركة جنبه هنا بيأخذ 40,000. الشعور بالظلم ده خلى الناس يمارسوا الحق بتاع الإضراب ده عشان ياخدوا ده السبب الأساسي المواجهنا. طيب قانون الأجور طبعا قانون قديم جدا زي ما قال الأخ وأنا بتفق مع أخونا المتحدث الأخير فأنه قانون العمل ده محتاج لتعديل عشان يستوعب
النشاط الجديد بتاع النفط اللي حصل في السودان، لانه زول بيغيب شهر وبيشتغل شهر، ده القانون ما اشار له بشكل واضح. يعني ده 6 شهور في اجازه، القانون ينص على انك تشتغل سنه تاخذ مقابل شهر اجازه. في النفط ما موجود كلام زي ده، وباي بكل المقاييس الطريقه اللي شغال بها العامل في شركات النفط هي الافضل على الاطلاق عن الجفي القانون ذاته. عشان كده القانون ذاته محتاج لتعديل. الاجور برضو تحديد الاجور ده واحده من النص من الحاجات النص على القانون، انه تقعد الشركات يعني تقعد الناس في شكل جماعي القطاع الخاص يتفق على حد ادنى الاجور، وده المفروض تعمل الشركات العامله في حقول البترول. واحنا افتكر هسه الان الناس ماشيين في الاتجاه ده، الان حصل استقرار كبير جدا وفي رضا. يعني الان اخر عقودات وقعتها شركه ويلز مع بيترو انرجي انه رفعت مرتبات الاجور ساوتها مع الشركات العامله، الان في رضا تمام وفي استقرار. اذا مشى الاتجاه ده والشركه ووزاره النفط مشت في الاتجاه ده انها تساوي الاجور في حقوق المرتبات، لانه زول العامل ذاك ما بميز بين الشركه الشغاله اصلا بتنتج في البترول شغل الاصيل هي انتاج البترول والشركه اللي بتقدم خدمات. يعني شركه ويلز ما شركه بتطلع بترول، شركه بتقدم خدمه زي الكاترينج ده. فهم فهموا انه بس خلاص ده البترول. عشان كده لازم يكون في تسويه الاجور كلها، يعني لازم الاجور دي كلها تبقى متساويه عشان ما يكون في شعور بالظلم ولا يكون في قبل، عشان الناس تلجا ثاني لاساليب الاضرابات. وانا افتكر ده الحل الجذري لهذه المشكله. وصلت يا استاذ، جزاك الله خير. انا اترك الان الفرصه للاستاذ عبد العظيم، بس ارجو باختصار يعني لانه الان التاخير شديد جدا، الورقه دي يمكن اخذت اكثر من الفاتت. تفضل. هاي تفضل بس باختصار كده. بسم الله، شكرا جزيلا للفرصة، وأنا حقيقة حصوي في دقيقة. ممتاز. أنا حقيقة كلام الأخ دوري إنه يعني عدم وجود هيبة الدولة هو السبب الأساسي في حقيقة أنا أسميها الفوضى اللي ماشية في البترول. لكن برضو بحمل الشركات العاملة في البترول المسؤولية بتاعت الآن. هو أتكلم عن إدامة إنعام الثقة بين الإدارة الأهلية والمواطن. السبب منو؟ السبب الشركات العاملة في البترول. أعلل بالآتي: الشركات العاملة في البترول بتختصر الطريق عشان العمل يمشي طوالي. لو ثلاثة قفلوا الطريق بيعينوه اللجنة وفاوضوهن وبيتكلموا معاهم دون الرجوع للشيخ أو العمدة. فنحن حقه يعني نصوف في الهدف. الهدف وين؟ حقيقة التعامل أنا بسميه العشوائي من شركات البترول مع المواطن مباشرة. وده نحن كإدارة أهلية تضررنا كثير منه بالمناسبة، لأنه التعامل بقى دون اللجوء لرجل الإدارة الأهلية. ونتمنى الصورة دي تستعدل. الأمير مسلم مصطفى ختم، بارك الله فيك. جزاك الله خير، بارك الله فيك. والفرصة الآن مع الأستاذ عبد العظيم عثمان للتعقيب على هذه المداخلات والتعليقات. سؤال اخونا بتاع انه الزول يعني قاعد في الفيلد بالاجر الاضافي وعنده شهر هنا وشهر هناك. ساعه العمل معروف يا اخوان، هي ساعه العمل هي 8 ساعات و4 ساعات الاجر الاضافي و12 ساعه في الاسبوع. فمفروض العامل لا هو يوم لا ده 8 ساعات، اكثر من 12 بياخذ ساعه اضافيه. لكن زي ما قلت هي القانون مفروض يواكب، زي ما قال القانون المفروض يواكب كل المتغيرات الموجوده في سوق العمل. يعني حتى الان احنا قانوننا مثل 97، والسبب ده يعني احنا لنا عده سنين نحن شغالين في نعدل في القانون ده من عام 2006 حتى الان ما الروم، لانه بعض ما اصحاب العمل العمال اختلاف كبير بيناتهم. الشيء الثاني في الفتره اللي فاتت نحن ما في استقرار، يعني الليلة نبدأ مع وزير نقطع شوط كبير جدا معه، فجأة الوزير يكون سألوا جابوا وزير جديد، تاني نحن نبدأ بالصفر. التالي شيء التالي في الفترة الأخيرة حسي الوزارة عاكفة على تغيير كل القوانين واللجان كلها، يعني كل القوانين تمت جازة مراجعتها. نحن أخوانا حتى الآن ما زلنا عندنا قانون من 1955 شغالة تاريخ اليوم، وقانون خدم المنازل من 55 من الحاكم العام.
الشيء الثاني يعني ال 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 عدم يعني في الفترة اللي فاتت لغوا قانون النقابات، جاء لغة بتاع لجان التسيير. نحن حسي العمل واقف عشان ما في يعني جانب شرعي من العمال وصاحب العمل عشان يحصل التفاوض وعشان الناس تجيز القوانين دي، فدي مشكلة. الشيء الثاني بالنسبة لقانون الحد الأدنى للأجور، قانون الحد الأدنى للأجور يا أخواننا من 74 ما تعدل، لأنه المواد فيه ما فيه مشكلة. البيت عدل الجدول المفق بالقانون، يعني هو الجدول اللي بيتغير كله بعد فترة بتحصل زيادة في الحد الأدنى للأجور، عشان كده بيتعدل الجدول، لكن القانون حتى الآن ما في شيء. الإضرابات يا أخواننا، الإضرابات دي صاحب العمل مفروض ينفذ القانون، تحصل توعية العمال يا أخواننا الإضراب ده ممنوع. العامل ده أضرب، أنت عندك حق تخاطب مكتب العمل وتفصل أي زول أضرب. أشي تاني بخصوص المرتبات، أن المرتبات يعني بتختلف من شركة لشركة. أنا ما أعرف هل مثلا شركة ويلز بيتعامل مع 4 شركات لتجيب خدمات، هل المرتبات بتختلف من كل شركة ولا شركة، ولا الخدمات الأجر ده بيتساوق مع كل الشركات؟ برضه أعرف المعلومة دي، لأنه إذا كان الأجر بيساوي مع شغال مع كل الشركات والمخدم بتاعهم دي شركة ويلز، في اتفاقية دولية رغم 151 الأجر المتساوي للعمل المتساوي، يعني زوج شغال هناك في شركة ونفس العمل ده والمخدم بتاعه نفس المخدم، مفروض الأجر يكون واحد. شكرا. جزا الله خيرا أستاذ عبد العظيم. يمكن أستاذ عبد العظيم تطرق للأمر بتاع القانون من ناحية المهنية أو الأكاديمية، وكلامه طبعا صحيح، لكن طبعا الحقول بتاعت النفط الوضعية شوية فيها خصوصية يعني وأكثر حساسية، يعني زي ما ذكرت الإضرابات، هو بيقول أنه مفترض طوالي المخدم يطبق القانون ويفصل، لكن ما أسهل الفصل أو اتخاذ القرار، لكن مترتبات مرات يعني بتكون في الغالب، ويمكن الشغالين في حقول النفط يعرفوا الكلام ده تماما. المسألة أنا في تقديري ليست بهذه السهولة، وإنما تحتاج لتدخل جهات أخرى، يعني يمكن الدولة لها يعني القدح المعلى في أنه تحلحل مثل هذه القضايا، القضية تكون أكبر من الشركة في أنه تتخذ قرار بتاع فصل أو كده. صحيح القانون بيقول كده، لكن إنزال القانون على أرض الواقع أيضا يحتاج إلى اجتهاد كبير جدا، لأنه الهدف في النهاية استمرارية الإنتاج واستمرارية هذه الحقول وعدم يعني حصول أي توقف هنا أو هناك، ويمكن الواقع الذي نعيشه الآن في كثير من الحقول خير شاهد على ذلك. فالقضية ليست بهذا التبسيط، لكن القانون صحيح، لكن إنزاله في الواقع ده بيحتاج إلى عملية اجتهادية، مثله مثل أمر الدين. الدين بتلقى فيه أحكام، لكن إنزاله يحتاج إلى اجتهاد حتى تؤتي أكلها وتؤتي ثمارها في نهاية المطاف. أنا أشكر لمقدم الورقة هذه المعلومات السارة والمفيدة، وأشكر كذلك الأستاذ سمية هذا النقاط التي تم الطرق عليها بوضوح، وأشكر الذين علقوا وداخلوا وأفادوا. وحسب الجدول الذي أمامي الفترة القادمة هي فترة استراحة للصلاة ووجبة الغداء، ثم بإذن الله تعالى نعاود المجيء مرة أخرى إلى هذه القاعة للورقة الأخيرة والتوصيات، وإن شاء الله الناس يعني ما عارف الإخوة ساعة، هي الفترة المحددة ساعة، طبعا مكتوب من 12 إلى 1 لكن طبعا حسب تأخير في الأوراق. المهم فالآن هيكون الصلاة أم الغداء؟ عام الاثنين معاً.